تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك وأيا كان جنسك وأيا كان جنسيتك. تعالى أحرك المايك شوية عشان أتحرك قدام. في نقطة مهمة عايزك قبل ما نبدأ في هذا اللايف تكون واعلها ومنتبه ليها بقوة. إن أنا كإنسان وكبشري عايش في الأرض دي مهم بقوة أكون واعي إن أي أثر وأي أحداث بتحصل وراها رسالة قد تكون عظيمة وأعظم مما أتخيل، ومهم يكون لي دور. هذا الدور بيبدأ يتشكل أو بيبقى حجمه من حجم وعيك ومن مقدار وعيك والمعلومات اللي عندك في الحياة ومقدار تأثيرك. وأنا أصارحكم القول، ممكن أقول جملة هتتحس للي هيفهمها وقد تكون مستغربة لبعض الناس، إن كل واحد ممكن يكون بيشارك معنا النهاردة في اللايف أقدر أقولك إن أنا حاسس بدقة أكتر من اللي أنت حاسه عن نفسك، ومقدر حجم التأثيرات النفسية الداخلية اللي حاصلة جواك، وعشان كده أنا عامل اللايف ده، ومقدر كمية التزاحم الفكري من أفكار عمالة تجيلك من يمين وشمال وحاجات سلبية وحاجات إيجابية، حالة من الصراعات اللي حاصلة جوه. وأوعدك بمشيئة الله مع انتهاء اللايف ده ومع التأمل المهم العميق اللي هنعمله إن شاء الله بعد شوية، هتحس بحالة مختلفة تماما. يعني أقدر أوعدك إنك هتبقى داخل بحالة وبوعي وهتطلع منه بحالة وبوعي مختلف، وأقدر أوعدك كمان إنك هتدخل بصورة قدامك قد تكون ضيقة، حاسس إنك متكتف، حاسس إن أنت متكلبش، وهتطلع منها بحالة أكثر وعيا وأكثر بإذن الله تأثيرا. اللايف ده هنتكلم فيه في كذا نقطة. أول نقطة قصة مهمة وهنخرج منها بهدف أو باستفادة رائعة جدا، وهقول بعض الأسرار اللي أنا بنفسي عشتها وعملتها هعرض لكم عليه، وبعض الحاجات دي مش هينفع تتساب زي ما أنا قلت على الـ الانستجرام ولا هتنزل على اليوتيوب، بس أنا يهمني أنت تبقى شايفها عشان تاخد الفايدة منها، وبعدين مش هيبقى فيه لازمة أنها تكون متواجدة لأسباب هقولها بعد شوية على اللايف وهتعرفها أنت وإحنا شغالين بمشيئة الله. مهم كمان علشان يتحقق أكبر إفادة، مهم أعمل شير من دلوقتي كل اللي تعرفهم من أصحابك يحضروا معانا اللايف ده بمشيئة الله. كل ما يبقى العدد أكبر كل ما الاستفادة بقت أعلى بكتير لينا جميعا مع طاقة الجماعة الرائعة اللي هتكون موجودة ونكون كلنا فيها. وزي ما هشرح خلال اللايف هيبقى بيفيد ازاي في المجتمع اللي انت عايش فيه الان ايا كان مكانك في الارض، وهيفيد الاراضي الفلسطينيه الحبيبه. خليني في الاول اقول جمله كده لان بعض الناس قد تكون شغلهم الكلمه دي. انا ليه قلت فلسطين المحتله؟ وازاي ان انا مش بتكلم ايجابي بقى واقول فلسطين الحره الابيه والكلام اللي احنا عارفينه الايجابي الرائع ده، بس عايز اقول حاجه مهمه قوي. هو أنا علشان أقول كلام إيجابي مهم أبقى بخدع عقلي وبخدع نفسي؟ لأن بعض الناس فاكرين أن أنا عشان أكون إيجابي لازم أكون بعمل خدعة، أن أنا ما أقولش أن أنا محتلة أقول أنها حرة، أنا كده بقيت إيجابي. مين قال كده؟ ده مش صح، وده بيعمل لخبطة للعقل وممكن يكون بيخليك أقل حد بيحصل له تأثير في الحياة. أنا تعمدت أكتب كلمة محتلة، وتعمدت ان انا لما حد كذا حد يقول لي ازاي خليها كذا اسيب تعليقاتهم واقول لهم انا مش هغيرها، او انا يعني مش ناوي اعمل تغيير، انا قاصد احط الجملة دي لكذا سبب. اول سبب ان في اتجاه متعمد ان يتم ابعاد الموضوع اللي بيحصل عن كون ان في احتلال وفي مقاومة مشروعة. لا، انا عايز اطلعهم يعني ناس وحشين واحنا دولة ودول بيهاجمونا. لازم نكون واعيين ان هذا يسمى احتلال، واللي بيحصل ده دفاع مشروع عن النفس. مهم يكون هذا مؤسس ان كان متفقين معه او مختلفين، ولكن الوضع لازم يكون واضح بالصورة دي. رقم اتنين، هسألك سؤال كده، لو واحد مقعد على كرسي متحرك
انا النهارده مثلا عايز اتكلم عنه كلام ايجابي وابين قد ايه وعيه وقد ايه طاقته مؤثره، هقول الشخص اللي بيجري على رجليه اللي بسم الله ما شاء الله ما عندوش اي حاجه ومنطلق بمنتهى القوه، ما هو مقعد على كرسي متحرك. ثانيه واحده كده، لان ربنا خالق من كل شيء في الكون زوجين، فالحدث اللي بيحصل لو انا بوصف شيء مادي مهم توصفه كما هو، عشان عقلك وعينك اللي هم فيهم جزء كبير مادي ياخدوا الكلمة بمنطقية ويعدلوا ويمرروا الكلام الإيجابي اللي هيجي بعدها على عقلك اللاواعي. لكن لو انت قلت على حد قاعد على كرسي متحرك مقعد، يعني الشخص ده اللي بيجري اللي ما شاء الله على رجليه، فانت صدمت عقلك من الأول، فهيعمل بلوك وهيوقف أي كلام تاني هتدخله. لكن ركز معايا كده على المثالين دول. المثال اللي ممكن اي حد يقوله، هيقول فلان مثلا نفترض اسمه سين اللي ما شاء الله عليه، اللي منطلق، اللي كامل العافيه، اللي بيجري على رجليه، اللي بسم الله ما شاء الله، وانا شايفه قدامي على كرسي متحرك. ولا لما اقول فلان سين اللي قاعد على كرسي متحرك، اللي ما خلاش ده ياثر في حياته، عنده طاقه وقوه مذهله، رغم انه قاعد على كرسي متحرك الا انه عمل حاجات انت اللي على رجليك ما عرفتش تعملها. الانسان ده مش معاق، هو على كرسي متحرك ولكنه حر اكتر منك، انت اللي ممكن تكون على رجليك معاق اكتر منه. انا وصفت الحالة المادية ولكن ما حطتش وصف ليها سلبي معنوي انه معاق. لو قلت المعاق غلط، لو قلت المسكين المتدمر غلط، لكن بوصف وصف الحالة مادية وبطلع منها بكل الكلام الإيجابي اللي عايز أقوله، ده طبيعي وده مهم يتقال. فهذه الدولة في الخريطة اللي تم احتلالها هي محتلة الآن، ولكنها حرة قوية أبية طاقات رائعة، وأنا متأكد ومتفائل إن آن أوان وقرب وقت انتهاء هذا السوء اللي عمال يحصل في هذه المنطقة. وقريبا ويمكن نتكلم النهاردة بمعلومات مهمة هبين لكم ازاي بمشيئة الله. خليني اقول حاجة دلوقتي، يمكن بعض الناس يستغربوا واللي ما يعرفش ممكن يتصدم في المعلومة اللي هقولها، ان انا واحد داخل على 50 قريب، قاربت على 50 سنة، واللي شفته في حياتي قد يكون اكتر بكتير من معظم اللي موجود معنا في اللايف النهاردة. وبيتابعني اشخاص دلوقتي حتى من نسبة الشباب الصغير بقوا بيزيدوا جدا الفترة اللي فاتت، فبدأوا من 14 و15 بيتابعوني الآن، فالنسبة الأكبر هم الشباب الصغير اللي ممكن اللي أنا هحكيه دلوقتي اللي عشته والتجارب اللي هقولها يكونوا هم ما كانوش تولدوا لما حصلت. فأنا بحكم الخبرة اللي عشتها والمعاناة الشديدة اللي ممكن أكون دقتي فيها أصعب من اللي أنت عايشه الآن وبالألم اللي أنت عايشه، اعتبرني بكلمك من مستقبلك. واحد داخل على 50 أو قريب، فبيكلمك من منظور أنت لسه قدامك شوية على ما تشوفه توصله. هل هتاخد من خلاصة خبرة واحد جرب وعاش وعاش تجربة وبيديلك خبرته خلاصة الخلاصة بتاعتها عشان تخرج بنتائج تفيدك وتحميك من سنوات هو عاشها أثرت عليه سلبا ودمرت حياته حرفيا، ولا تعيش التجربة تاني وتعيد التجربة تاني وتيجي انت كمان لما توصل للسن بتاعي تبدأ انت كمان تقول ده كان عنده حق، او تبدأ تتعلم. احنا عندنا خطأ بيحصل في مجتمعاتنا ان كلنا عمالين نعيد التجارب تاني بدل ما ناخد خلاصة خبرة الاخرين. وفي دي قصة مشهورة جدا، يقولك راجل وهو شاب كان عايز يغير العالم وبدأ يبقى بقوة عمال يحارب وعمال ينطلق، فبعد كده كبر وصل سن 30 و40 لقى نفسه مش عارف يغير العالم، قال لك بقى غير دولتي، فقعد يحاول ويحارب وعايز يغير الدولة وعايز يظبط الدنيا. وصل لسن 50 و55 مش قادر، قال لي بقى غير العيلة بتاعتي والمدينة بتاعتي، وقعد يحارب ويحاول ويعمل نيته يغير مدينته ويغير كل الكلام ده بمنتهى القوة، ولكنه بيقول بقى في الجملة بتاعته والآن وعلى فراش الموت وأنا في سن 80 اكتشفت إن كان المفروض أغير نفسي وأطور نفسي، ولو كنت طورت نفسي كنت قدرت أطور عيلتي، ولو عيلتي اتطورت كانت مدينتي هتتطور،
ولو مدينتي اتطورت كان بلدي ثم العالم كان هيبقى أفضل. يا ريتني بدأت بنفسي من الأول. فأنا الآن على فراش الموت، وصلت لسن 80، وبقول لكم يا شباب ركزوا في نفسكم واهتموا بنفسكم. ورغم القصة دي متقالة وممكن تكون انت عارفها وسمعتها كذا مرة، ولكننا بنقع في نفس الخطأ اللي بعض الناس وقعوا فيه، ان انا عاوز اوجه جام غضبي واغير كل المجتمع واغير كل العالم، وانا عارف ان ده يخالف البديهي او القوانين الرئيسية الحق اللي ربنا خالق بيها الكون. واللي هعمله النهاردة في اللايف هيكون مفيد اكبر افادة مما تتخيل ليك لو شربته صح ووعيت عمق الكلام اللي هقوله بمشيئة الله. ايا كان مكانك، وحتى لو كنت في فلسطين الحبيبة، ربنا يحميك يا رب وينصركم، هيبقى الافادة ليك اكبر بمشيئة الله. فبكرر تاني، ادعو اصحابك يسمعوا عشان تعمل اكبر افادة يا رب للجميع. هعرض عليكم فيديو دلوقتي. الفيديو ده اتفرج عليه واسمعني وانا بعلق عليه. شوف الفيديو واسمع الكلام بتاعي وانا بعلق. دي صورة لأطفال عندهم قوة، عندهم إرادة، شايفين بسم الله ما شاء الله جندي رغم إن معاه سلاح ولكن جواه رعب وخايف. أطفال بواسل مخلينه مرعوب، شايف الرعب والفزع وهو شايل البندقية، معاه سلاح ولكنه مرعوب وخايف. أطفال عندها قوة وعندها إرادة تخوف أي حد في الدنيا. خلاص انتهى التعليق. ايه رأيك؟ ده فيديو انت شفته اهو وانا علقت عليه. تعال بقى نشوف الفيديو تاني، بس اسمع التعليق بتاعي تاني. الجندي الشريف اللي مليان اخلاق، اللي رغم ان معاه سلاح مرضاش يضرب الطفل ولا يجرحه، رغم انه ممكن يديله طلقة ويموته، ولكنه مش عاوز يأذي حد، وشايف ان هما معاهم احجار، فمش من المساواة ولا من العدل ان انا بسلاحي ده اذيه. انا احسن لي اجري لاني مش عايز اذي حد منهم. وده مثال على اخلاق وعلى رقي وعلى احترام للحياة البشرية وعلى احترام لاني مش عايز حتى اخليه نزل نقطة دم. ارجع لي تاني. ها تمشي ولا متمشيش؟ ده موقف تبصله كده او تبصله كده، الكلام والسرد والاحداث اللي بوجهك ليها فكريا اقدر اخلي اي موقف ياخدك يمين او العكس كاملا شمال. هعيد الجملة تاني بغض النظر انت متبني فكرة ايه دلوقتي، هقولها بعد شوية، ولكن انا عاوز اثبت لك اثبات، لان انا نفسي تزلزلت لما سمعت الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي. زمان كنا لما نشوف الفيديو ده كان بيتصدر لنا في العالم العربي، الله وهؤلاء الخايفين المرعوبين، فكنا بنحس بهذه الطاقة الرائعة. شفت بعناية لما كنت في امريكا الفيديو ده بيتصدر والاسرائيليين او الصهاينة بيقدموه، ان احنا يا عالم اتفرجوا، احنا لا يمكن نأذي طفل، ادي عينة قدامكم بيزعوها عندهم في التلفزيون، والعرب وحاطين القنوات العربية اللي زي على الفيديو وبيقولوا اتفرجوا يا عالم احنا لا يمكن نأذي اي طفل، ده كذب، ادي قدامكم عينة اهي معاه سلاح ولا يمكن يأذي طفل، يبقى ازاي بيقولوا علينا بنقتل اطفال، ده كذب، ادي عينة قدامكم ومن قنواتهم. وده اللي بيتزع وبيتقدم هناك. ودي حتى لازم تكون في وعي كل انسان بيشاهد اللايف ده، ان مهم تكون واخد بالك ان الصورة ممكن تتشاف من يمين او من شمال، والتوجه بتاع اللي انت بتتفرج عليه بيكون عمال يحشيك في اتجاه معين، وفي اتجاه في الغالب مقصود بحكم شغلي في علم النفس، وهقول لكم بعض الاسرار بعد شوية على الحتة دي. حاجة مهمة لازم تعرفها، ان الصورة لما تكون متشافة زي ما قلت لكم من شوية، العين لازم ادي لها حاجة حقيقية، اقول شاب مقعد، وبعد كده عيني شايفة الصورة اقول بقى الكلام اللي انا عايزه بيمر على اللاوعي. فكل ما كان في صور بتنتشر ويصاحبها كلام
الكلام بيعدي على اللاواعي وبيتبرمج بمنتهى القوة. والخطورة هنا في الكلام، الكلام عاوز يوصل لإيه وعاوز يوصل لفين والهدف منه إيه، ودي اللي هنتكلم فيه بعد قليل. الكلام عاوز يوصل لإيه وعاوز يوصل لفين والهدف منه إيه، وهي دي الخطورة. قبل ما أقول الحتة دي خليني أرجع بالزمن. أنا خلصت الجامعة 97 لسنة مثلا 95 أو قبل كده على فكرة. الفترة دي فترة كانت عصيبة جدا على العالم بالأحداث الشديدة اللي كانت بتحصل. الفترة اللي قبلها على طول كان أحداث البوسنة والهرسك، وكان أحداث سراييفو وكوسوفو، وما كانش فيه إنترنت زي اليومين دول، فده كان بيتقلنا على الإعلام وعلى شرائط الكاسيت وفي الإذاعات المدرسية معايا، كان بيبدأوا يكلموا حصل كذا، وتلاقي كمان بقى أصحابنا وقرايبنا وكانوا رجال الدين في خطابهم وفي الكاسيت اللي كان بيتوزع أو بيتباع قدام الجوامع، وسراييفو واللي بيحصل والأمة منهارة. الواحد كان بيحس ساعتها بحالة من الوجع وحالة من الألم وحالة من الذل تخليه حاسس إن هو ولا حاجة. كنت بحس ساعتها بمنتهى العار، بمنتهى الذلة، بمنتهى الوجع، إحساس بعجز ما كانش فيه في الأرض حد متخيله. وكان بيصاحبه حاجة تانية كمان، كان بيصاحبه شعور بالذنب شديد، شعور بالذنب. إزاي أنا قاعد أكل، كنت ساعات أبقى قاعد أكل كده مع والدي والدتي وإخواتي وأسرح، إحنا عمالين نضحك ونتفرج على التلفزيون، وكانت ساعات عيني تدمع، معقول أنا قاعد أكل كده وقاعدين نضحك واخواتنا عمالين يتعذبوا وعمالين يتقتلوا ويتدبحوا؟ لدرجه ان مره حد من اصحابي بعت لي اسطوانه، كان اياميها سيديهات بقى هي المنتشر، ما كانش حتى في دي في دي. والاسطوانه دي اول مره في حياتي اشوف مشهد لجندي ماسك حد من شعره وبيذبحه في الفيديو لغايه ما شال شعره، شال راسه كلها. يوميها قعدت اتقيأ وحسيت بوجع وصرخت من كتر الالم وإحساس العجز اللي كنا عايشينه، ومشاهد كانت عنيفة جدا اللي بيتزاع اليومين دول أقل منها 1000 مرة. هعيد الجملة تاني، اللي بيتزاع اليومين دول محكوم بقوانين ومحكوم ببعض الرولز اللي اتحطت، ما عادتش هذه المشاهد البشعة بتذاع. لكن على أيامنا اللي انت بتشوفه الآن والله ما 5% ولا 10% من اللي كنا بنشوفه بعينينا. كنا بنشوف الراس وهي لوحدها كده والدم نازل منها لسه دلوقتي حالا معمول، ومشاهد بمنتهى القوة لناس بتطلع في الروح بمشاهد أصعب 1000 مرة من اللي بنتشاف الآن. المهم المشاهد دي كانت مولدة إحساس بغضب لا ينتهي. خلي بالك بقى، غضب عمال يزداد ويزداد ويزداد، وخلي بالك أن الغضب من أسوأ أنواع الطاقات المؤثرة على الجسد. وكان الواحد آخر حاجة يعملها إن هو يقعد يصرخ ويزعق ويبقى مش عارف يعمل إيه، وعمال يقول للناس ويبدأ يبعت الفيديوهات ليهم عشان يشوفوهم وعشان يعرفوا اللي عمال يحصل. وكنا كلنا كشباب في طاقة الحماس في الجامعة عاوزين نحس إن إحنا بنعمل أي حاجة، كنا بنعمل تبرعات لإخواتنا ونشوف المصادر اللي ممكن تكون بتعمل تبرعات وبنعمل، ولكن لسه حاسين إن في حاجة محتاجين نعملها. معايا مر الموضوع ده وقعد يزداد، وكل شوية موقف، وركز في الجملة اللي هقولها، وكان بمعدل كل سنة أو اتنين يبقى في حاجة كبيرة في الموضوع ده. والواحد ما كانش متخيل أبدا إن الحالة دي ممكن توصل لنا في الدولة اللي احنا عايشين فيها أو في البلد اللي عايشين فيه. كنا شايفين دايما لدول بعيدة، لناس بعيد عننا مش عارفين نعمل معاهم حاجة. مرت الأيام، وبعدين بدأت أنا في التوقيت ده أدرس بعد ما خلصت من الجامعة، كنت في مرحلة التمهيدي الماجستير، وخلصت تمهيدي وسجلت الماجستير. في التوقيت ده كان أكتر فترة ركزت فيها في الجرافيك، كنت مش ناوي أكمل في الجامعة، وكنت مش شايف إن الوقت ده إن أنا مش شايف نفسي هبقى دكتور في الجامعة بقى ومحاضر وعندي جدول والكلام ده، عمري ما شفت نفسي في الحالة دي، ولكن كنت مكمل. المهم في الفترة بتاعت الماجستير
بدأ يحصل أحداث أكبر، وكل شوية بقى الانتفاضات عشناهم، بقى الانتفاضة الأولى والانتفاضة التانية والألم والوجع اللي بدأ يحصل. وبعدين اشتغلت في التوقيت ده بتاع الفترة دي على الجرافيك والمونتاج، وبدأت أتقن الجرافيك جدا وأتقن الإخراج جدا، وبعدها سبته وحولت الكارير بتاعي لمجال البيزنس. مش يعني قعدت فترة يمكن 6-7 سنوات في مجال الميديا والإعلام، ثم حسيت إن لأ أنا عايز أعمل حاجة أكبر، فدخلت في مجال البيزنس. وبعد كده بدأت تحصل أحداث أكبر وأكبر وأكبر. يمكن 2003 موضوع العراق والدمار اللي حصل في العراق، الواحد في التوقيت ده كان حاسس إن لازم يعمل حاجة أكبر، وشايفين الطيارات بتدك الناس في كل حتة، وشايفين المئات والآلاف بيموتوا كل يوم. لو تعرفوا عدد اللي ماتوا في العراق من أول ما بدأ الـ 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 الأحداث اللي فيها يتعدوا 1,000,000 بني آدم، 1,000,000 إنسان كنا بنشوفهم وعايشينهم كل يوم وعايشين الألم والمعاناة. وأصدقائي المقربين اللي كانوا معايا أيام الجامعة ولا أيام الثانوية في السعودية، أعرف منهم من قتل وأعرف منهم من قريبه قتل. فكانت المعاناة والألم ده اللي كان سائد، الواحد كان جواه حالة من الغضب مستمر. والكارثة إن غضب 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 عمال يتكدس ومفيش قدامي حاجة أعملها، بس كله نار جوه، أنا اللي كنت بتحرق من جوه وبولع من جوه ومفيش قدامي أي حاجة، وشايف إن اللي بعمله ولا حاجة قدام اللي بيحصل، وشايف إن الأحداث عمالة تسوء وتزداد سوءا. لغاية ما جيت في مرة مع حادثة كبيرة انتشرت، مش عارف بقى اللي فيكو عارفها أو اللي ما يعرفهاش هقولها له، حادثة وفاة محمد الدرة، المشهد اللي زلزل العالم في التوقيت ده. في اللحظة دي قلت لازم يبقى المشاركة بتاعتي أكبر بكتير من إن أنا أتكلم أو أشير أو أعمل كذا، وكنت لسه البوصلة عندي كانت مختلة، ما كنتش عارف أنا هعمل إيه، وما كنتش عارف قد إيه أنا عمال أتدمر وعمال أشعل الدمار جوه بيزداد كل يوم جوايا. فقررت إن أنا أعمل الفيديو ده بمايك كان بحوالي 10 جنيه في بيتي، مايك صغير، وقلت هبدأ أنزله. وكنت أياميها الوسائل التواصل MIRC والICQ لو تفتكروا والكلام ده، على ما أظن كان لسه الفيسبوك ما كانش طلع، كان قبليه حاجة اسمها MySpace I think، على MySpace. وقعدت بقى أشير الحاجات دي على MySpace والحاجات دي. هوريكم الفيديو، اسمعوا ونرجع تاني. إنني أتساءل وسأظل أتساءل وسأستمر أتساءل إلى الأبد. ده كان الوعي بتاعي ساعتها، وده اللي كان حصل لي. وأكيد كنتوا حاسين كمية الذل والهوان والانكسار والضعف اللي كان في صوتي وأنا بسجل. ده كان صوتي على فكرة أيام محمد الدرة. الفيديو اتعمل بعد 2 أو 3 من مشهد محمد الدرة، مش فاكر كان تقريبا الفترة اللي كانت قبل العراق على طول، على ما أذكر 2003-2002، مش فاكر بالضبط التوقيت، 2005 مش فاكر بالوقت التواريخ. ولكن ده كان بعد 3-4 أيام بالظبط من حادثة محمد الدرة، ودي كانت الحالة اللي كنت عليها. الحالة تلخص انكسار، هوان، ذل، ألم، وجع. وفي التوقيت ده بدأ يحصل لخبطة كتير ومشاكل في شغلي، وكنت بقعد بالأسبوع والاتنين ماليش نفس أعمل أي حاجة، وده كان بيأثر في حياتي. أنا كان شغلي قائم على اللي بيمنتج أو شغال في المونتاج، وكان ده كله شغله شغال باليومي، لو وقفت هيأثر، مش باخد مرتب. فبدأ يحصل تأثر شديد على مستوى الدخل بتاعي، وحالة نفسية سيئة جدا. كنت بنزل متجهم، شكلي كبر جدا في وسط أصحابي، شعري بدأ يوقع، بدأ في التوقيت ده شعري يحصل فيه شيب. في التوقيت ده كان بداية ظهور البثور والحبوب في وجهي، في انتشارها في كل بطريقة سيئة، معاناة من كل اتجاه مع إحساس بالذل. وخلي بالك بقى، وإيه والذل؟ أنا عايش دور ضحية، إن العالم سايبنا كده، الأمة الإسلامية سايبانا، إزاي يا ولاد كذا 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 سايبنا كده، ما عندكوش دم، ما عندكوش نخوة، كلكم خونة، كلكم معرفش إيه. وده اللي كان حاصل جوايا، وده اللي أنا متأكد أنه حاصل جوا ناس كتير من اللي بيتابعوني أو هيشوفوا الفيديو ده لما ينزل على اليوتيوب.
وفي التوقيت ده كمان كنا بنحاول نتجمع نعمل اي حاجه. حصلت احداث تانية على ما اذكر تقريبا ايمان حجو اللي عارف قصتها، الطفله اللي لما الفيديو انتشر كان عامل لنا زلزال كلنا، اللي كان شظيه بقنبله بتاعه دبابه على ما اذكر دخلت في بطنها وخرجت من الناحيه التانية، والفيديو كان بينزل على الانترنت وشايفين بطنها، يعني بطنها مفتوح شايفين من قدام شايفين اللي وراه، وده كان مفجر طاقة غضب كبيرة جدا جدا جدا. وبرضو كنت حاسس ان انا مش هكتفي ان انا بس عمالين نتكلم او عمالين نشير او عايزين الناس تحس على دمها، كان كل التركيز في التوقيت ده مش على الداخل، كان على الخارج. قوموا بقى، اتحركوا بقى. تخيل كل الناس مركزة على برة والاحداث عمالة تسوق وعمالة تنزل اكتر واكتر واكتر. ويوميها اتعرفت على بعض الشباب المسيحيين اللي كانوا برضو عايشين معانا الموضوع وعايشين اللي بيحصل ورافضين الموضوع ده، واخرجت معاهم اغنية سميناها يا فلسطين. هوريها لكم دلوقتي. ليه بوريك الحاجات دي وليه بقولك الكلام ده؟ عشان تبقى عارف ان اللي احنا بنمر بيه دلوقتي هو نفس اللي بيحصل على مدى المئات السنين اللي فاتت. واذا انت كنت تظن إن اللي بيحصل الآن أكبر، والله اللي بيحصل الآن ولا حاجة جنب اللي حصل من خمس أو من قصدي 500 أو 600 أو 700 سنة قبل كده. طول الوقت هيفضل في الأرض حروب ووجع وألم، وفي نفس الوقت أمان وسلام ورخاء، والاتنين على الأرض في نفس اللحظة. ليه وريتك المشاهد دي؟ عشان احكي لك تجربة وانت اللي بتختار. كل انسان بحسب وعيه بيختار. انا مش عايز اقول لك تعمل ايه، ولكن ابقى عارف ان الحالة دي عملت ايه. الحالة دي الواحد لما ركز فيها كويس قوي وبدأ ينتبه بحكم دراسته في علم النفس قد ايه هي بتدمر اكتر ما بتفيد، وبتنقل الدمار وبتنشره اكبر مما تتخيل، ساعتها أدرك بس بعد فوات الأوان. بعد ما قضيت من عمري 15 سنة كاملين كل سنتين في هذا الوعي وفي هذه الطاقة وفي هذا الوجع وفي هذا الألم. وخلي بالك، شوف الحاجات دي ولا كان حد عارف مين اللي عاملها، ولا حتى انتشرت، ولا حد عارف عنها أي حاجة، بس كنت حاسس إن أنا عمال أعمل شيء. لغاية ما جيت في مرة سألت نفسي سؤال، هو أنا لما أنشر صورة ناس بتتقتل أو ناس بتموت أو ناس بتتوجع أنا كده بفيد ولا بضر؟ أنا كده كواحد بتاع علم نفس بنقل حالة الوجع والألم من جوايا للي اتفرج ومن اللي حصل لهم كده اللي اتفرج، فأنا بزود رقعتها وبزود انتشارها ولا بفيد؟ وهنا كانت الصدمة لما وقفت وقفة حقيقية. هو إيه الهدف من اللي أنا بعمله ده؟ الغاية هي ايه؟ ان انا اوري الناس بيحصل ايه؟ طب ما هم عارفين. اخليهم يحسوا على دمهم ويقوموا؟ محدش هيقوم، ده اعتماد على الخارج مش الداخل. وعايز اقول لكم ان ده من اكبر الاسباب، زي حاجات تانية بعدين ممكن نتكلم فيها، اللي دخلتني في دوامة في مجال البزنس. والناس اللي سمعت قصتي لما حصل لي مشاكل وحصل لي ديون والكلام ده، كان ده أحد أهم الأسباب. واحد عايش في طاقة ذل وطاقة انهيار وطاقة ألم وطاقة معاناة وشايل مسؤولية كل الناس وعايز يقوم يغير العالم لأنه مش عاجبه، فرافض اللي بيحصل ورافض سكوت ورافض ناس بتتكلمش. وكنت ساعات بعمل قيامة في التوقيت ده، خسرت أصدقاء ودخلت عشان ما بيتكلمش وعشان مش قايم مش زي حالاتي، شايل الموضوع على أعصابه وشايل الوجع، وفي الآخر كانت النتيجة معاناة وألم وظروف سيئة. لأن لا يمكن، لما الواحد درس طاقة بعد كده اكتشف إن لا يمكن طاقة سلبية تخلي بني آدم يعيش في واقع إيجابي، مستحيل. أنت كده اللي في الداخل سلبي ولا إيجابي؟ رد عليا. اللي في الداخل سلبي، يبقى ازاي اللي بره هيكون ايجابي؟ وقوانين الكون ان ربنا لا يمكن يغير اللي بره الا ما تغير اللي جوه. ركز معايا في المثال ده. لو انا النهارده رايح ابني بيت، هو انا ينفع اقعد كده واركب الباب، اعمل الباب الاول واعمل ادهن الاطلاء الخارجي وانا لسه ما بنيتش اللي جوه، ما حطيتش الاساس؟
يعني لو حد عمل كده تضحكوا عليه، واحد رايح عمال يحط الشبابيك على الهواء ويحط كل شباك كده ويثبته في الهواء في الفراغ عشان بعد كده يعمل السور ويقعد يدهن، ده هيدهن قبل ما يعمل السور، هيقعد يدهن في الهواء وبعد كده هيركب الطوب على الدهان وبعد كده هيبدا يعمل الاساسيات وبعد كده يبدا ينزل يشتغل في القاعده تحت. هل ده منطقي؟ واحد عاوز يزرع قاعد بقى دلوقتي عمال يركب الثمار من بره، وبعد ما ركب الثمار بدا يركب يعمل الفرع وبدا يحط الـ 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 الورق الشجر، بعد كده بدا يعمل الفرع تاني وبدا ينزل من فوق على ما ينزل تحت على الساق بتاعه الشجره، وبعد كده يبدا يعمل البذور او الجذور. هل ده منطقي؟ مش منطقي. طب انت ليه اصلا مش واعي ان مش من المنطقي انك تشتغل بره وسايب اللي جوه؟ انتبه كده. مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أديك شفت بأم عينيك إعلام موجه بقاله 70 سنة لرسم صورة لهذا الجيش الذي لا يقهر، في ساعتين اتنسفت لأنه شغال بره مش على الحقيقة جوه. شوية شباب صغيرين عندهم إمكانيات قليلة نسفوا هذا المارد الكاذب، لأنه كاذب، لأنه فيك. فما تبقاش أنت كمان شغال على الفيك برة، ما تبقاش أنت شغال كمان برة، مهم تبقى شغال جوه، مهم تبدأ تركز في نفسك. وهنا في التوقيت ده بدأت أكتشف إحنا ليه أصلا عايشين اللخبطة دي. ومن هنا اللي لاحظ بقى اللي كان بيتابعني الفترة اللي فاتت أو معانا الفترة اللي فاتت هيبدأ يدرك ليه في التوقيت ده بدأت، معلش أنا آسف، بدأت أركز أكتر على النسف اللي جاي لنا من المتوارث اللي مدمر حياتنا. ويمكن أول حاجة كنت بدأت أغير حساباتي فيها القصة اللي بتتقال دلوقتي وبتتقال كتير جدا جدا جدا، القصة اللي كنت في يوم من الأيام بقولها علشان تأكد ناري، علشان تأكد ذلي، عشان تأكد إسقاطي أو عيشي لدور الضحية ورمي المسؤولية على الخارج. قصة ومعتصماء، القصة اللي كنت كل ما اسمعها ازداد غضب وازداد ألم وازداد وجع، هي قصة رائعة في زمنها، قصة رائعة لما كل حد كان شغال لوحده ومركز في نفسه فاستحق يبقى عنده حاكم من كلمة ياخد القرار. لكن هل انت دلوقتي باللي انت بتعمله بصدق مع نفسك وفي حياتك وفي مستقبلك وحتى في علاقتك مع ربك تستحق ان يكون عندك حد كده؟ رد عليا بصراحة، انت كشخص تستحق ده؟ فما تجيش تجيب قصة وتصدرها الآن يكون النتيجة بتاعتها النفسية إحساس بمزيد من الذل، برمجة إن إحنا ضايعين، برمجة إن إحنا في أسوأ الظروف، وبرمجة سلبية تجاه كل قائد أو كل حاكم. هي دي الكارثة، إنك بتسقط المسؤولية على الغير، وده بداية التدمير الذاتي. فالأحداث دي، شوف لما جبت لكم فيديو في الأول ممكن مشهد ينقلك نقلة لاتجاه مشاعري سيء ونفس المشهد يخدم العكس. فبالتالي بعض القصص وبعض المشاهد في هذا التوقيت تضر 1000 مرة أكتر ما تفيد. حلو كده؟ اللي بيرجع لكتاب ربنا، يعني اللي قاعد دلوقتي بيروج لقصة ومعتصماه، ليه ما يروجش القصة إن ربنا بيقول في القرآن على المؤمنين إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، وبعد كده ربنا قال الآن علم الله فيكم ضعفا، يقصد ضعف إيه؟ ضعف الإيمان. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 بعد ما كانوا 1000، ليه الإيمان ضعف؟ طب إذا كان الإيمان لما ضعف 100 يغلبوا 200، طيب دلوقتي لما 400 مليون مش عارفين يعملوا حاجة يبقى الإيمان فين؟ ليه ما تركزش على ده؟ وليه ما تشتغلش جوه؟ يعني إيه كلمة إيمان بقى؟ يعني أنا مؤمن باللي ربنا قاله أشتغل جوايا، أبدأ النهاردة أركز في حياتي، أركز في مستقبلي، أبدأ أزكي نفسي، أبدأ أتطور، أهتم بشغلي، أهتم بحياتي. لو الكل عمل كده هو ده اللي بيخلي حالة من الروعة والسلام
تبدأ تحصل. مش كل حاجة حرب، مش كل حاجة قتال. يعني هديك قصة كمان مش عارف إذا كنت سمعتها قبل كده ولا لأ، ومن التراث الإيجابي الجميل اللي للأسف ما حدش بيستدعيها في مثل هذه المواقف. لما اتعمل صلح الحديبية، أنت متخيل قد إيه الجيش اللي كان طالع مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا رايحين يحجوا، ولكن في هذا التوقيت قريش منعتهم. وخلي بالك كانوا أقوياء، ولو قرروا يقتلوا كانوا دخلوا دكوا قريش وجابوهم الأرض. ولكن الوعي والحكمة اللي متمثلة في شخصية الرسول أدرك إن لا، أنا مش الهدف دم، ولا الهدف إن أنا أنتصر، لا، الهدف إن أنا أحقق الوين وين سيتويشن، الاتنين يكونوا مستفيدين. فلو أنا أخرت الحج سنة ده هيتحقق. ركز في بعد النظر، لو أنا أخرت الحج سنة ده هيتحقق، وبالتالي ممكن نعمل معاهدة دلوقتي بس نرجع بعد سنة. عشان كده الصحابة في التوقيت ده ما كانوش مستوعبين، كان عندهم اللي عندك دلوقتي إزاي أو نرضى الدنية في ديننا، مش ممكن. وبدأ بعض الناس الغضب اللي بيحركه. عشان كده من ضمن الأحاديث النبوية المذهلة اللي بيقولك بينسف السنة، هو بينسف الأكاذيب المنسوبة لرسول الله. الأحاديث اللي المفروض تكون وعيها ومخليها حلقة في ودنك كده، ليس الشديد بالسرعة اللي بيقوم يحارب ويقتل ويلا هوريك، ولكن الشديد ده اللي بجد الشديد الحقيقي اللي شديد من منظور رسول الله ومن منظور رب الكون، هو الذي يملك نفسه عند الغضب، مش الغضب اللي بيحركه، ده الشديد اللي بجد. قل لي بقى انت شديد ولا مش شديد، ولا سايب نفسك الغضب اللي بيحركك ما تطبق السنة، ولا هو اسمه خلاص. فالنقطة المهمة لازم تدركها، اللي بيحصل الآن بيعمل عندك ايه وبيقودك لعمل ايه، دي مهمة قوي تكون سائل نفسك فيها وعارف انت هتعمل ايه. انا عارف ان بعضكم على فكرة، عشان كمان تبقى مدرك، في ناس من الصف اللي شغالين معايا في المؤسسة من 4-5 أيام، يعني حتى كنا عاملين اجتماع على مستوى الشباب اللي شغالين، وفوجئت ان هي اهلها الان في قطاع غزة وعندهم حالة من الرعب وهي قلقانة عليهم جدا، وعملت معاها جلسة عشان تبدأ تهدي مشاعرها وتبدأ تبقى يعني ان شاء الله تعمل اللي يقدر يفيد بحسب الوضع اللي هي فيه. للأسف قبل ما يطلع لايف بحوالي ربع ساعة جالي خبر ان البيت بتاع عمها قصف، وابن عمها توفي، وعمها وعمتها وزوجة عمها في المستشفى الآن. فأنا بكلمك من قلب أحداث أنا عايشها مع ناس أعرفهم وناس مقربين. فمش الغضب هو اللي يخليك تتحرك، ولا حالة الوجع، ولا حالة الذل. وعايزك تعمل واجب عملي بعد ما نخلص، ارجع كده لكتاب ربك وشوف مين اللي بيعيشوا الذل وبيعيشوا المسكنة، ومين اللي ربنا قال عنه، بس هجيب الآية في دماغي عشان ما أقولهاش عشان ما يعني ما أقطعش عليك الواجب العملي، وهقول لك آخرها وأنت روح دور. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. شوف مين دول، مين اللي بيعملوا إيه، خلاص كده، عشان تشوف أنت لو أنت الآن عندك ذلة، ما ربنا بيدينا قوانين، وعندك حالة من مش عارف تتصرف وما فيش عاصم، إيه اللي بيحصل. فكر فيها بقوة كده. وهنتكلم في المديتيشن ان شاء الله بعد شويه ازاي تفرغ الطاقات دي، وازاي تبدا توجه نفسك للي يفيد بجد، للي يفيد حرفيا. شايف الشخص اللي كان قاعد يعمل الكلام ده وقاعد شغال، وكنت عمال اخرج الكليبات دي وشايف ان انا بعمل حاجات، كله كان بيسوق، والمفاجاه لما درست الطاقه اتصدمت، كانت صدمه عمري. ان احنا في مجتمع، لو انا رجعت بقى في التسعينات، كان المجتمع العربي في حالة رخاء وفي حالة من الطاقة الرائعة، وكان جزء صغير متمثل بدولة فلسطين أو بعض الدول الصغيرة اللي عندها هذا الألم وهذا الوجع. لما نشرنا طاقة الألم وطاقة الوجع في المجتمع كله جذبنا لحياتنا، فإحنا مش فدنا، إحنا دمرنا. لفدناهم، بالعكس ازداد أوضاعهم سوءا. واللي عنده ذرة من الحق هيعرف ان الوضع الان اسوأ بآلاف المرات من 10 سنين ولا من 20 سنة. فالوضع عمال يسوء،
مفيش حد حكيم يدرك الآن بقى إن في حاجة غلط، مفيش حد حكيم يدرك إن if you always do what you always done you will always get what you always got، إن أنت كل مرة هتعمل نفس الحاجة هتحصل على نفس النتائج، مفيش حد يفكر كده. اللي حصل إن أنا في يوم من الأيام لو رجعت بالزمن 20 سنة كنت عمري ما تخيل إن سوريا تبقى كده، ولا عمري في منتهى كوابيسي إن أتخيل إن العراق تبقى كده، ولا إن ليبيا تبقى كده، ولا إن السودان تبقى كده، ولا في منتهى كوابيسي كان يحصل لي كده. ولكن إحنا عملنا اللي بيخطط له بدقة، للي دارسين طاقة كويس قوي بيعملوا حاجتين. درسي أكتر حد كنت بشوفه بيشارك ومهتمين بالطاقة حبايبنا اللي ما يتسموش، أكتر حد على وجه الأرض دارس طاقة حبايبنا اللي ما يتسموش، وأكتر حد بيوجه الناس في العالم العربي لأن هم يخافوا من الطاقة ويرعبوكوا منها ويشيطنوها ويهموكوا أن دخوا زعبلات وبيلعن بالسحر عشان ترعبوا وتترعبوا وتبعدوا، عشان هم بيحاربونا بالطاقة وبالحرب النفسية، ودي الحرب الحالية اللي شغالة اليومين دول. فإذا أنت عاوز تسمع كلامهم وتبدأ تترعب براحتك، ولكن ده اللي عمال يحصل الآن. بمثل الطاقة اللي عندك أنت بتشد لحياتك مزيد، وإذا أنت نشرت هذه الطاقة عند آخرين هتشد لحياتهم مزيد ومزيد ومزيد. فأنت ناوي تعمل إيه؟ تزود الطينة بلة ولا تشتغل صح؟ يعني النهاردة، ويمكن اللي شبعني اليومين اللي فاتوا هيشوفني شيارت كذا فيديو، بلا مبالغة أول مرة في حياتي أبدأ ألاقي شباب عمالين يتكلموا عن اللي بيحصل في فلسطين بحقائق بأرقام بتوازن طاقي بقوة. أنا رسالتي النهاردة الحاجات اللي شيرتها، أنا عايز أعرف الغرب إيه اللي بيتم، فمش مش هنشر صعبانيات ولا هنشر وجع ولا هنشر ناس بتموت، كل ده نشر طاقات مدمرة، واللي منكم بيتفرج على كده هو بيتدمر مش بيفيد، واللي بيزيع الكلام ده بيدمر نفسه مش بيزيد. يعني انت نفس، لو انا النهاردة ركز معايا كده، لو انا النهاردة اللي وقع عليا الانفجار ووقع عليا ألم وجثة ابني جنبي، لو انا بصورها انا بدمر نفسي قبل ما دمرك وانت بتتفرج. عيد الجملة تاني، انا بدمر نفسي قبل ما دمرك. اللي هو انت ما سألتش نفسك سؤال ليه؟ يعني من يوم 7 اكتوبر اللي فات مات عندهم تقريبا 1000 واحد، واكيد في ناس كانوا بدمهم، واكيد في دك حصل، ليه ما طلعتش الصور دي من عندهم رغم انهم عندهم الاعلام وعندهم الميديا؟ ليه ما عملوش كده؟ لانهم دارسين طاقة كويس قوي، وعارفين ازاي ان انا اتكلم من غير ما ادي صور، وان انا اوضح من غير ما ادي صعبانيات وادمر الطاقة، ادمر طاقة شعبي وادمر طاقة اللي بيسمعني. لا، انا بتكلم من موقف قوة وبقول ان عملوا كذا كذا كذا، وانا هرد وانا هعمل. الخطاب في طاقة قوة، الخطاب في طاقة، ركز معايا، انا القوي وانت الحقير لدرجة ان سماك حيوانات باللفظ وما خافش. هو بيتكلم بالطاقة دي مش بطاقة الذل ولا طاقة قتلونا عملونا انتوا فين انت، مش كده خالص، مش بوعي الضحية. دول ناس دارسين طاقة كويس قوي قوي قوي، وبالتالي مهم تكون واخد بالك بقى، انت فعلا بتفيد ولا عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها؟ الدبة اللي قتلت صاحبها كان صاحبها نايم وفي دبانة عمالة تزن حوالين دماغه، والدبة شايفاه كده عمال متألم وعمال ينش الدبانة ومش عارف ينام، فصعب عليها صاحبها وحست جواه بان عايزة تفيده، فبصت جنبها لقيت حجر، ففضلت ماسكة الحجر كده ومستنية، اول ما الدبانة وقفت هنا بالحجر راحت موتة الدبانة ومفشفشة دماغ صاحبها. عندنا قاعدة مهمة في علم النفس بتقول عند الانفعال يتشوه التفكير المنطقي بنسبة من 70-80%. انت عايز تتحرك وتفكيرك المنطقي مشوه ولا تفكيرك المنطقي هادي؟ الهدف هو الشعللة ولا الهدف هو الإفادة بحق، وانك تكون في يوم من الأيام عندك نفع بجد ونفع حقيقي؟ هو ده الهدف. هقول بعض الحاجات اللي ابدأ من النهاردة وعي الناس ليها، اوعى تعملها واوعى
ولو شفت حد بيعملها نبهه وحذره وابعت له الفيديو ده لما ينزل على اليوتيوب، وابدأ كمان شير كمان لاصحابك عشان يشوفوه ويبدأوا ينتبهوا ليها. اول حاجة عند الغضب، بسم الله، لما بيحصل طاقة الغضب دي ونشر الصور اللي بتخليك فعلا جواك طاقة عايز تقوم تكسر التلفزيون وتكسر الدنيا، الطاقة بتفضل موجودة لازم يتم تفريغها. يوم ايه اللي حاصل بقى؟ يوم يبدأ، وانا حتى اتفاجئت منها، انا اكون منزل بوست، والله اللي فاهم اي تي عارف ان في حاجة اسمها بوتس، اجهزة كده او سوفت ويرز بتكون موجودة على بعض البرامج، بمجرد ما حد ينزل بوست تلاقي كل ده راح نازل عنده. فانت من التعليقات بتقدر تدرك اذا كان حد داخل بيعلق ولا في AI شغال. ركز معايا، من اول ما حصلت الاحداث كل المشاهير اللي عندهم اكاونتات معدية ارقام معينة، البوتات دي نشرت عندهم كلام لتوجيه طاقة الغضب. انتوا ليه مش بتشيروا؟ انتوا ليه مش كذا؟ انتوا فين؟ ممكن واحد النهاردة يخش يعملها، يقوم كل اللي على الصفحة اتوجه طاقة، انت اصلا غضبان الان وعندك طاقة غضب ومش عارف تفشها فين. لقيت واحد من اللي انت كنت بتحترمه واللي انت كنت بتسمع منه وبيفيدك ولا كنت بتحبه وبتقدره، ام حد داخل معلق انت فين؟ الصمت في هذه الايام خيانة. ام هوب موجه لك طاقتك الان وتاخد الغضب وقمت فجأة مفجر الغضب في اخوك. فدي اول حاجة بتتعمل في الحرب النفسية، هي استغلال مواقف عنيفة لدفع درجة الانفعال الى اعلى درجتها من اجل انشاء فرقة في كل المجتمع والتفريق بين الناس وبعضها. وانت انا اسف كده زي الجردل شغال معاهم، هب كل طاقة الغضب دي في اهلك واللي انت كنت بتحترمهم، ويطلع بقى سقطت الاقنعة وانا كنت بحترمك وانفولو وان معرفش مين. ويمكن ده اللي خلاني اأخر كلامي عن فلسطين لغاية ما أمسح أنا بنفسي الناس دي. فضلت سايب الأكاونتات كلها اللي داخل كده بلوك 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 بلوك، لأنه غير مستحق أن يكون معانا الفترة الجاية. العينات دي كلها خلاص، اللي قال كلام كان محترم سبته، اللي قل أدبه وتجاوز شكرا، اللي أنفولو عشان قال يعني يخوف وهو نفسه لسه عملش فولو تعمل له بلوك أساسا، خلاص شكرا الناس دي كلها شكرا. احنا عايزين ناس واعية الفترة الجاية، لان الفترة الجاية مهمة جدا، وبدأ تصاعد حرب الطاقة لأعلى درجاته، فلازم اكبر عدد من الناس يكونوا فاهمين طاقة وعارفين ايه اللي بيتم بالظبط. يبقى نقطة مهمة خلي بالك منها، اذا لقيت نفسك بتصب جام غضبك لحد من اخواتك، انتبه ان انت بتعمل مصيبة الان، والشيطان استغل حدث ما لانه يمارس لعبته الازلية، نشر العداوة والبغضاء بين الناس بحجة حاجة عنيفة. رقم اتنين، هيبدأ يطلع فيديوهات بتكمل الموضوع ده. وعشان اقول الحتة دي هرجع لقصة مهمة او لمثال هقوله عن نفسي، ويا رب الكل يكون مدرك الحتة دي. عاوزكم تفرقوا ما بين اليهودي كدين كشريعة شريعة موسى، وما بين الصهيوني كجماعات بلطجية محتلين مؤذيين في الأرض. في فرق ما بين دين وما بين جماعة إرهابية، حلو كده؟ اليهودي محترم له الحق في أن يمارس دينه، وله الحق في أنه هو طول ما هو لم يعاديني أنا لا أعاديه. اللي قدامكم ده دلوقتي لو متواجد في مكان، في مثلا حفلة وحصلت في يوم الايام ان انا كنت بعمل ايفنت في دولة اجنبية، واللي قال لي اشكرك ايه الكلام الرائع ده كان لابس الرمز بتاعهم اليهودي، كان قاعد مصدوم ازاي الكلام ده، هو ده عندكم في الاسلام الكلام ده؟ وسلمت عليه عادي وضحكنا، وكان حد مسيحي جنبي وحد مسلم، كان ايفنت في دولة اجنبية، ده الطبيعي اللي موجود عندهم. ويا ما جالي جلسات هناك لما اكون في اوروبا وامريكا وانا في وسط الجلسة اكتشف انه يهودي، ايه المشكلة يعني هموته يعني؟ بيتكلم وقابلت ناس يهود زعلانين من اللي بيحصل وعندهم قناعة في أساس دينهم إن أصلا اللي بيحصل ده مش أمر ربنا. عند في يهود كتير عندهم قناعات إن إحنا ربنا ما أمرناش نعمل دولة.
وبالتالي فرق ما بين يهودي وما بين صهيوني. حلو كده؟ ليه بقول الجملة دي؟ لأن أنا نفسي أهو لو أنا في موقف ما، فرح مثلا، عرس ولا إيفنت ولا الكلام ده، وجالي حد بيسلم عليا وبيتصور معايا أيا كان دينه، هتصور معاه. احنا في موقف دلوقتي فرح، في ايه يعني؟ وممكن نقعد نرقص مع بعض عادي، خلاص كده. لكن ليه بقول الجملة دي؟ لان انا كنت عندي جلسة امبارح وكان شخص متضايق ومتنرفز، وازاي وانا شفت فيديوهات لناس بيرقصوا مع، قلت شفت بيتم استغلال هذه الاحداث وطاقة الغضب، يلا ازاي نبدأ نولع الدنيا بقى، يلا ارمي على الدولة دي وارمي على الناس دي وارمي على كذا. فقمت سأله سؤال، وسبحانك يا رب انا كنت هقوده كده بس ربنا ألهمني أسأله سؤال. قلت له قل لي كده مين مثلا حد من رجال الدين اللي انت بتحبهم او بتحترمهم وفعلا مقدرهم. قام قايل لي الشيخ قرضاوي. قلت له حلو قوي، اعمل سيرش الان، وديت له اللابتوب وطلع صور القرضاوي وهو بيتسلم وابتسم مع يهود. يلا قدامي دلوقتي. قال لي ايه؟ قلت له يلا قدامي دلوقتي حالا، طلع يلا اعمل سيرش. لو اي رجل دين كبير، شيخ الازهر كذا، هتلاقي اكيد متصور مع بابا، طبيعي جدا الموقف كان فيه صوره، هيكون بيضحك مش مكشر يعني معايا. وانا النهارده ممكن اطلع لك صور لزعماء عرب قاعدين مع مع رؤساء وزراء دوله الـ 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 الكيان الصهيوني يعني، وفي نفس الوقت بيضحكوا. ولكن لو بتسمع اللقاء بتاعه هتلاقيه بيديله اسفين في وسط الكلام، ولكن الموقف محتاج ضحك، ايه المشكله معايا؟ فلما طلع الفيديو اتصدم. انت شفت بقى؟ تخيل دلوقتي وانت غضبان وطاقه الغضب، وانا عاوز اوقع بينك وبين الشيخ بتاعك، اقول لك اتفرج يا عم الشيخ بتاعك اللي متصور مع اليهود في التوقيت ده، يعني انت غضبان وطلع لك الصور دي، هتبقى عامل ازاي؟ فانتبهوا دايما من هذه الحرب النفسية اللي بيستغلوا بيها غضب شديد، لأنه ممكن ينزلك صورة أحمد عمارة بيضحك مع حد يهودي. أي يا عم، احنا كل ساعتها قاعدين في مكان رايق من 5 سنين، هو في ايه؟ هو دلوقتي انا يمكن دلوقتي لو شفت حد ممكن متضايق معاه، ولكن ركز معايا، متضايق منه لو هو كده، لو هو صهيوني، مش لأن دينه اليهودية. فرق رهيب بين الجملة دي. انا عن نفسي كأحمد عمارة مستحيل اهين او ادوس عالم في نجمة سيدنا داود، لأني واعي إن دي نجمة سيدنا داود، مش عشان هم خدوها تبقى وحشة. ركز معايا كده، هذه اسمها نجمة سيدنا داود، وهي رمز إسلامي موجود في كل الجوامع، هي رمز إسلامي أصلا، رمز ديني يعني، موجود في كل، لو في زخارف إسلامية في الجوامع القديمة هو رمز موجود، النجمة السداسية في كل الحضارة الإسلامية. مش عشان في جه طيار معين خدها أنا بقى أهنها، أنا هبقى واعي هو بيعمل ايه. وصلت؟ فانا بتعامل بذكاء بوعي، مش بحمية الجاهلية. هي سميت حمية الجاهلية ليه؟ لاني بحمى احمى 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 وجهل، ابدأ افرغ الغضب بتاعي من غير وعي، من غير ادراك، من غير فهم، وده اللي بقى بيحصل وبقيت شايفه الان. فانتبهوا منه بالله عليكم، عشان دي حالة خطيرة جدا، وللأسف بتدمرك انت قبل ما تدمر حد تاني. يبقى اول واحدة، ما تصبش جام غضبك على اخوك. تاني واحدة، كن مدرك لبعض الفيديوهات اللي بتطلع الآن بهدف الاستفادة من طاقة الغضب وتوجيهها ضد إخواتنا أو ناس نعرفهم، حبايبنا، لأن الموقف مش توقيته، الموقف متاخد من وقت تاني بظروف معينة، بأحداث معينة أنت ما تعرفش عنها أي حاجة خالص، فخلي بالك من الحتة دي. رقم 3، إن أنت تحس بالذل والهوان. اوعى تحت أي ظرف أو أي موقف بص على نفسك كده، انت بتشوفه ايه وبتفسره ايه، وهتوجه كلمة عاملة ازاي. يعني هسألك سؤال كده وفكر فيه، ايهما افضل، اشير فيديو لناس بتبكي ومنهارة ومتألمة وموجوعة، ولا اشير فيديو لطفل صغير عنده 7 8 9 سنين يقول احنا اقوى ولا يمكن اللي بيحصل يأثر فينا، وبإذن الله احنا قدها واحنا رجالة؟ قول لي الفرق ايه في الاتنين؟ انت بتساهم لايه بالظبط؟ لنشر طاقة ذل وهوان ومسكنة وضياع وعايش دور ضحية، ولا بتصدم الناس بقوة وعزة فتنقل له القوة دي وتبدأ تحس يقول ايه ده، بسم الله ما شاء الله، ايه الطاقة دي، ايه الناس دي، فتبدأ تحس بالطاقة بتدب في عروقك، وتبدأ تراجع نفسك، هو أنا إزاي مش كده؟ هو أنا هش كده ليه؟
هو انا ليه عامل زي الورور كده، في ايه؟ ليه مش راجل مش اسد؟ فتبدا فجاه تراجع حساباتك وتراجع نفسك، فانا هشير ايه وهبدا اتكلم ازاي؟ عشان كده انا اشكر من كل قلبي كل حد ركز ان انا ببدا اوعي بعزه، بقول حقائق، بقول معلومات، ببين للغرب. على فكره في معلومه ما تعرفوهاش، لما بنسافر بره اللي عايش بره هيعرف الكلام ده، كل اللي انتوا بتشيروه دلوقتي وشايفينه قدامكم عادي، لو اي حد مأكسس من اي اي بي اجنبي مش هيطلع له اصلا. يعني انت هو عندك، يعني انا قناتي النهارده على الـ على الـ على الانستجرام مثلا، اللي انا شيرته اليومين اللي فات على الستوريز بتاعتي، اللي بيتفرج من دول معينه وهو بيتفرج اللقطه مش هتجيله، هيعدي مش هيشوفها اصلا، مش هتطلع عنده. الخوارزميات شغاله لمنع الكلام ده، ومع ذلك باقرار من عندهم لسه، ما اخبار قريبه من امبارح تقريبا، اسوأ فتره بتمر على هؤلاء الصهاينه في تاريخ حياتهم ان هم بداوا يفقدوا نقطه تفوقهم الاعلامي. بس محتاج ذكاء في وعي، ذكاء في نشر المعلومه. وبالتالي انا لما اطلع انا الفيديو عندي اهو وعمال اتكلم وبقول معلومات وبقول حقائق بمنتهى العزه وبمنتهى القوه، ما عادش هينفع حد بيشيره، لان الذكاء الصناعي بيبدا يلقط بعض العبارات وانت بقيت ذكي وعارف هتقولها ازاي وعارف هتعملها ازاي. لكن مشهد انت بتوقف الدنيا وانت خلاص حصرته عندك بس. وصلك كده؟ وبالتالي مهم جدا تكون واخد بالك، انا بحس العزه والقوه وانا بعمل ده يبقى انا بفيد، ولا بحس الهوان والذل؟ يعني ركز معايا كده، لو النهارده حد من قرايبك يا سيدي، قرايبك انت المقربين، ابنك خلاص ربنا يعافينا جميعا، حلو كده، وتعبان وبيتوجع قدامك، قول لي بالله عليك ايه الافضل؟ مع ان بيحصل كتير السيء، بس انت قول لي ايه اللي هيحصل. حبيبي انت موجوع، يا الله يا حبيب قلبي، واقعد اعيط جنبه ومنهار جنبه وحاسس بالذل ان ابني تعبان جنبه، قول لي انا بفيده ولا بضره؟ فكر فيها بالراحه كده، انا بنقل له طاقه مهانه وذل ولا بفيده؟ ولا لو انا قلت له يا حبيب قلبي انت موجوع للدرجه دي، ان شاء الله هتكون اقوى باذن الله، كله هيعدي، وعلى فكره انا واثق فيك انك قدها وانت اقوى منها الف مره، وعمال يسمعك هيحس بايه؟ فانت في التوقيت ده داخل بعقليه المسكين الضحيه، ولا داخل بعقليه القائد المتمكن اللي ربنا وعده ومصدق وعود ربه في القران؟ دي نقطه مهمه جدا خلي بالك منها. النقطه اللي بعد كده ركز معايا عشان دي حته شائكه شويه، وانا انتوا عارفيني انا لا اخاف في الحق لومه لائم، واللي عايز يقول اي كلام يقوله ما بيفرقش معايا، وانا اكتر حد في العالم العربي بيتهاجم بفضل الله، كل ما تهاجمت اكتر تعرف انك شغال صح اكتر. من الذكاء والفطنة انك تعمل حالة من السلام عشان تقدر توصل للي انت عايزه، وإلا ما كانش ربنا سمى نفسه السلام، كان يسمي نفسه المحارب، ده اسم من أسماء الله. إذا انت ما كنتش واصل للحكمة لإدراك هذا المعنى خلاص براحتك، ولكن مهم أقولك المعلومة وانت تختار. وما يتم تحقيقه في حالة السلام 500 مليون ضعف ما يتم تحقيقه في حالات الـ 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 الصراعات وفي حالات الـ 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 الانفلات الأمني، إنجاز التعبير. يعني مش عايز أقول حرب، لأن الحرب دخلها بتخلص معايا، ما ينفعش لو حاجات موضوعية صغيرة سميها حرب. حلو؟ حرب أحيانا بيتم الاحتكام إليها، ولكن من سلام مش من مشاكل ولا لخبطة. ويا ما قصص كتير في العالم، واللي عايز يعرفها ويدركها يعرفها، بس اللي انا اقصده ان الحتة دي عشان تعملها بذكاء مهم تعملها بحالة من هدنة، وإلا ما كانش تم تشريع الهدنة في المجتمعات. يعني ممكن يكون دولة ودولة بيتحاربوا وياخدوا هدنة مع بعض، الهدنة دي مش معناها لا ضعف ولا هوان، ده حكمة وذكاء لترتيب الأوضاع لعمل حاجات معينة. وبالتالي انت مش في وعي اللي خد القرار ده. ليه بقول الجملة دي؟ لأن ركز معايا في المثال ده، وأنا مصري أهو وعارف كويس أوي اللي أنا بقوله، من الحكمة
وانا سمعتها وانا لما بتكلم في حاجه ببقى قعدت ادرسها من كل الاتجاهات وشفت فيديوهات للي عملها، ان اليوم ما انور السادات راح عمل المعاهده مع اسرائيل كان عنده من الفطنه قال جمله بالنسبه لي ادركت قد ايه الراجل ده بيبص لبعيد. خلي بالك احنا اللي عملنا الحرب كان وقائد فيها، واحنا اللي طردنا المحتلين من سيناء وخرجناهم من اراضينا، ولكن قال جمله انا ما سمعتهاش، ويوم ما سمعت الخطاب بتاعه منه من بقه ادركت الراجل ده بيفكر ازاي. قال احنا كنا بنحارب وانا شغال في حرب مع جيش محتل، ولكني فجاه ادركت ان احنا مش بنحاربه، احنا بنحارب حد تاني، والحد التاني تواجد بثقله وامكانياته العسكريه وقوته بمنتهى الشده لمدة 10 أيام. لقيت نفسي مش بحارب اللي كنت داخل الحرب عشانه، فكان قدامي خيارين: أكمل وتسبب بمصيبة لباقي الشعب، لأن الكيان ده لو دخل بالغباء بتاعه ممكن يخرب الدنيا زي ما عملها في دول كبيرة زي ما العراق اللي كانت من أكبر القيادات أو الجيوش في العالم اتدكت بالغباء اللي حصل، ولا أكمل. فأنا أخدت قرار بإني أعمل هذه الهدنة عشان أحافظ على اللي موجودين. وصلت؟ فعشان كده ده قراره وده معياره وده معايير هو شايفها أنت ما تعرفهاش. ويمكن الواحد ما أدركش الكلام ده إلا لما بقى بعد كده مسؤول عن شركات وبقى عنده كذا شركة. كل ما كنت فوق بتدرك قد إيه أنت كان تفكيرك ضحل وأنت تحت. لما كنت موظف ولا كنت كذا في حاجات ما كنت شايفها، كنت شغال انتقادات وشغال كذا، لما الموضوع بيتبصله من فوق الموضوع مختلف تماما. عشان كده انا بقول اي حد ماشي بالاحكام خاف منه، اوعى تسمع له. اللي يبدأ يحط كلمة سلبية على حد عمل هدنة ولا عمل ما يسمى الان تطبيع، اعرف طب تحط حكم انت عندك مصيبة، انت بتعرفش هو بيعمل ايه وما تعرفش هو عامل كده ليه وما تعرفش ايه اللي ورا الموضوع. فيها ابعاد كتير، قد يكون خطأ قد يكون خطأ، قد يكون بيعملها بما يسمى الانبطاح قد يكون، وقد يكون بيعملها بذكاء وبقوة لحاجة معينة قد يكون. انا اعرف انا معرفش، طب ليه اخد السلبي؟ ليه انا اكون بني ادم ماشي بالافكار السلبية عشان اعيش هوان؟ ما خلي بالك الارض اللي احنا عايشين فيها دي هي دار، يعني انا بحب اسميها جيم، هي دار جيم، وربنا امرنا بحاجات، الحاجات دي مش دورك تحط حكم. يعني ربنا قال لنا مثلا ما عليك من حسابهم من شيء، خلاص كده ليس عليك هداهم وما أرسلناك عليهم حفيظة وما أنت عليهم بوكيل. يوم جاي الشيطان يعكس، أيوة هم كذا هم كذا، طب ليه ربنا قال لنا كده؟ لأنه ممكن يكون حد بيعمل كده وهو سيء، ولكن ده امتحان ليك. ها هتقعد تحط بقى تحط أحكام، ولا هتقول لا أنا هركز في نفسي، وإزاي لما ركز في نفسي اللي ضال ما يضرنيش؟ ها ما احنا في امتحان اهو، انت هتعمل ايه؟ اخترت الاولانية وانك تقعد تحط احكام براحتك، هتلاقي نفسك طول الوقت في انهيارات وفي وجع وانت اللي متضر على فكرة. ولا هتحط نفسك في الاتجاه الايجابي، يا رب انا احسن الظن، ويا رب يا رب لا تجعلني بحسن ظني يحصل لي شيء سلبي، لانك امرتنا قولوا الناس حسنة، واحنا مأمورين بحسن الظن، فلا يمكن اللي عنده حسن ظن ربنا يخذله في الاخر، لكن اللي بيخزل واللي بيتصدم هو اللي ماشي بسوء الظن وماشي بالسوء والسيئات، وانت اللي بتقرر وانت اللي عايز وانت اللي بتبني حياتك القادمة شكلها عامل ازاي. النقطة اللي بعد كده ان بعض الناس بيبدأوا يفقدوا باللي بيحصل الإيمان، وبيشكوا في ربنا وبيشكوا في الوعود، ودي نقطة خطيرة قوي، خليني أشرب وأقولك عليها. والنقطة دي هعالجها لك في التأمل اللي هيحصل بعد شوية. ولو انت تعرف حد من اصحابك بدأ يتهز وبدأ يفقد الثقة وإيمانه يتهز، اعمله دعوة الآن عشان يحضر معانا التأمل، لأن انا هتكلم في جزء من التأمل في الحتة دي. فركز معايا كويس قوي، وركز في عمق ودقة وخطورة الجملة اللي هقولها: ما أمتع
عدم المعرفة. هعيدها تاني، ما أمتع عدم المعرفة، وما أوجع وأألم رفض إن أكون معرفش. يعني لو أنت رافض إنك ما تعرفش، منتهى الألم، منتهى الوجع، منتهى الزلزلة والشك، وفتح باب للشيطان يلعب معك. يعني إيه الجملة دي؟ هو الإيمان أصلا اسمه إيمان ليه؟ لأنه لازم يكون قبل ما تشوف النتيجة. ركز في دقة اللي هقوله. الإيمان سمي إيمان لأنه لازم ينشأ قبل ما تظهر النتائج، وهي مقفلة وهي مضلمة، وإلا ما بقاش اسمه إيمان، يبقى اسمه شهادة. ما الشهادة؟ ما شهدته بعينك. لكن الإيمان ده قبل ما الحدث يحصل. يعني أيا كان الواقع بيقولك إيه، أيا كان الواقع أسود، هنا يأتي دور الإيمان. وخد المفاجأة، يوم يأتي بعض آيات ربك، يعني جات وظهرت هي، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هو يعني إذا أنت مستني لما تشوف النتائج عشان تؤمن، ما عادش اسمه إيمان أصلا، ما عادش ينفع. فالإيمان قوته في أحلك الظروف، ولكن في فيروس نفسي بيضرب الإيمان، هو إن أنا مش عارف، عايز أعرف، فأنا رافض إني معرفش. فده فيروس نفسي بيضرب الإيمان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني زمان لما كنت بسأل نفسي، هو ليه بيحصل كده، هو إزاي ربنا سايبنا كده، هو يا رب أنا عايز أفهم، وكنت رافض، كنت عايش في جحيم وألم ووجع وما استحقتش أعرف. لكن لما أدركت روعة عدم المعرفة، إنها بتولد شغف وبتولد حالة كده، إن أنا يا رب أنا مدرك ومؤمن أنك الحق، ومؤمن أنك تحكم بالحق وتقضي بالحق، وخلقت السماوات والأرض كلها بالحق، بس اللي أنا شايفه أنا مش فاهم، بس أنا مؤمن. طب يا ترى إيه الرسالة؟ يا ترى فين الحق اللي في اللي بيحصل؟ عايز أشوفه، يا رب ألهمني بيه، بس أنا معرفوش، ومستمتع أني معرفوش وعايز أعرفه. يا رب وريهولي، يا رب بينهولي. شايف الحالة دي؟ أنا عارف أن أنا مش عارف وراضي، ومدرك أن حكمة ربنا أعلى مليارات، ده مليار ده تحجيم على فكرة، ما أقدرش أوصفه، ده ربنا إله الكون، حكمته أعلى وأعظم من حكمتي كمخلوق. حتة مخلوق لسه عمري لا يسوى شيء في عمر الزمن والعمر الكون. فأنا بعظمة هذا الإله وهذا الخالق مستحيل يكون اللي بيحصل ده اعتباطا، مستحيل يكون لعب معايا، ما خلقناهم لاعبين، مش لعب، مستحيل، ولا ظلم، لأنه لا بيظلم ولا يرضى الظلم على نفسه. طب إيه بقى؟ عايز أفهم. ودي كانت بداية كشف مذهل نقل لي حياتي أكبر نقلة نوعية في عمري، وخلاني أركز على نفسي بس. وبعد ما كنت الشاب اللي ما حدش يعرفه، اللي عايش منهار 15 ولا 20 سنة في الألم والمعاناة والوجع، لما بدأت أغير نفسي وخدت القرار ده بعد أحداث 2009 لما اتضربت غزة، ويوميها عملت كليب مش هينفع حتى أحط حتة منه، لأن الكليب ده الوحيد كان بالإنجليزي، واستخدمت فيه علم النفس لتبيين فداحة اللي بيعملوه وقذارة اللي بيعملوه، فعملته بدقة جدا جدا جدا، وكان مطرب أجنبي هو اللي عامله الكليب ده. لما نزل الشباب اتحمسوا ليه جدا، وقعدنا نترجمه، اترجم في ظرف 3 أيام لخمسين لغة معايا، وانتشر واتزع على بعض المواقف، ومنظمة كير في أمريكا زعيته في كل حتة في الميادين. فجأة صحينا الصبح في يوم كله اتمسح، كله طار.
ده يمكن مش هقدر انزل منه حاجه، لانه كان معمول في الاي اي، لو حتى عملت تيست كده طلعت لايف وحطيت حته منه الاكونت اتمسح اللي عليه اللايف ده. فهو ده انا شايفه. بس بغض النظر انت عرفت الموضوع ايه، وعرفت ان ما عادش ينفع ان انا احط او ان انا اكون مركز على بعض المشاهد، انا واعي انا بقولها ازاي وواعي انا بشرح ايه. حلو كده. بعد ما حصل الموقف ده ايه اللي حصل لي بقى؟ انا صحيت من النوم بعد بالظبط 5 أيام بالظبط، والله والله كأني ما عنديش انترنت. اي مكان كان عليه الفيديو ده الاكاونتات طارت، المواقع طارت من كل حتة في العالم. الولد اللي غنى الاغنية اختفى لغاية النهاردة ما اعرفش عنه حاجة. يعني هو كان مغني امريكي ما كنتش اعرفه، اتعرفت عليه لما عمل كده واستأذنته انا هخرج لك الكليب، اختفى والله ما اعرف عنه حاجة لغاية النهاردة. ففي التوقيت ده خدت صدمة. هي ايه؟ هو انا ليه رغم ان انا بعمل خير وبعمل صح بتضر؟ ليه اكاونت بتاعي اللي بقاله كذا سنة اصحى من النوم مش موجود؟ اتمسح، كل المواقع اتلغت. يعني كان عندي كذا سوشيال ميديا كله اتمسح. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو ليه الضال ضرني؟ وده كان السؤال اللي عمل لي وقفة في عمري كله. طب انا مش فاهم يا رب، طب انا بعمل خير اهو، طب انا ليه اتضر؟ في حاجه غلط. ما هو كنت في التوقيت ده بدات بقى لسه في مرحله الزلزله وعايز افهم، وهل الموروث اللي كنت عايش فيه ومتربي عليه صح ولا غلط؟ فكانت في المرحله دي. ومن 2009 فاكرين لو تفتكروا راس السنه في 2009 كان بعدها باسبوع بالظبط بدات الخطه بتاعه تحول عمري كله، ان انا بعد كده مش هعمل اي حاجه عشان اكون في سيف سايد الا لما الاقي نص في القران بيقول لي اعملها، غير كده مش عامل. ما كنتش اعرف، وكنت لسه عمال ادرس القوانين معايا، وكنت لسه في بدايه النقله، عمال الشك واللخبطه، وعارف انت عارف معلومه بس لسه عمال يتستها ويختبرها، والطاقه ما كانش مش ملموسه، فانا شاكك هي صح ولا غلط. انا قعدت لي 5 سنين بهاجم الطاقه على فكره، يعني انا واحد من اللي كانوا بيهاجموا الطاقه، ولما احكي قصه عن الطاقه بقولها لكم ان شاء الله، لغايه ما قلت اما افكر اجرب بس اشوف، ان كنت شايف خزعبلات وتخاريف وايه يا عم اقعد اعمل كده، ايه الهطل ده معايا؟ لغاية لما بدأت أفهم اللي وراها وأسرارها. فلما بدأت أخد القرار حق، رغم أني كنت دارسه قبلها بخمس ست سنين بس مش بطبق التطبيق اللي هو قرار صارم بقى بجد بنسف كل حاجة أنا كنت متربي عليها وأتأكد من المعلومة قبل ما أعملها، بدأ التحول. ركز معايا بقى، 20 سنة كنت في ألم وفي معاناة، محصلتهم خارج بديون، خارج بألم، ديون على فكرة كانت كبيرة جدا ما كنتش أتخيل في التوقيت ده ممكن أسددها إزاي، واللي عارفني عن قرب من أقربائي مدركين الكلام ده، وشغلي لخبط ودراستي كانت ملخبطة، حاجات كانت لا تتخيلها. من 2009 لما خدت القرار بالظبط بعد 7 أيام من نسف الأكاونتات بتاعتي، 7 أيام بالظبط معايا، لأ أنا لازم واقفة بقى، أنا كده في حاجة غلط، طالما أنا اضطريت في حاجة غلط، وكنت عارف الآية قبلها بكتير، بس هنا بقى فوق، لازم تفوق. في ظرف 2 سنين كنت عامل أكبر نقلة في حياتي، وبدأت على 3 أكون خلصت كل الديون، وبدأت في 3 أبدأ أكون من أكتر الناس شهرة في المجال بتاعنا. ده في 3 سنين بس، ده أنا طالع عين اللي خلفوني 20 سنة، وأنا فاكر نفسي شغال صح. ولما بس بدأت أطبق وأركز في نفسي، في 3 سنين خلصت ديوني، وفي 3 سنين بقيت معروف، وفي 3 سنين بقيت بفيد أضعاف مضاعفة اللي كنت بعمله قبل كده. في ناس كان ممكن تبقى حياته خربانة اتصلحت، حد كان منهار وعنده ديون بقى عايش جنة، حد كان بيته هيخرب ويتطلق وحياته بقت رائعة، كذا كذا كذا. إيه ده؟ أنا إيه الضلال اللي كنت عايش فيه ده؟ أنا أول مرة في حياتي أدرك فعلا معنى عليكم أنفسكم، معنى أن هشتغل جوه. وبدأت ساعتها أبص قد إيه في نصوص دينية فاهمينها غلط. خلي بالكم، شوفوا المشهد اللي قلته في الأول، المشهد هو هو، وعيك بيأثر على فهمك، وعيك بيأثر على هتاخد المشهد لفين وهيوديك لفين. فهمت؟ وده اللي بيحصل في كتاب ربنا، وبيحصل في النصوص اللي جايلنا منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ممكن يبقى النص هو هو، ولكن حد مريض نفسيا ياخده
ويصدره لك بمرض، وحد متعافي نفسيا قوي عنده عزة ياخده ويصدره لك بعزة. عشان كده ربنا قال في القرآن إن الظالمين القرآن عليهم عمى، هو عليهم عمى القرآن، وهو عليهم عمى نفسه لأنه ظالم فمعمي، فهيخش ياخد الكلام ويطلع يتحجج بالقرآن يخرب حياته أكتر. هو ربنا قال كده، يخرب حياته أكتر ويجذب لحياته مصايب أكبر. ليه؟ لأنه داخل أصلا ظالم، حطت العلامة السوداء، الكتاب يعودي في دهي. ما احنا في احنا في دار امتحان وجيم. ها، وحاجة مهمة كمان، ربنا حتى قال على الأمثلة اللي ربنا بيضربها في القرآن يضل به كثيرا، على المثل أي ربنا بيحط أمثلة مش هتكون للجميع مفيدة، انت بحسب انت ايه. الله، حتى يا رب برضو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عليك، علاقتك بكتاب ربك هيفيدك أو هيضرك بحسب اللي في نفسك برضو. تخيل أنت في نفسك إيه اللي جوه، الطاقة بتاعتك عاملة إزاي، نقية ولا مليانة سواد. الكتاب يضرك يفيدك، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. وأحد معاني الفاسقين من غير تعمق دلوقتي إنه بيعكس كلام ربنا، ربنا الأمر فسق عن أمر ربي، عمل العكس. بس ربنا قال لك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وأنت مركز على غيرك، هذا أول فسق، هتضل على طول. رقم اتنين، ربنا قال قول الناس حسنا عملتوا البلاوي زودة، وتحكم على الناس ما عليك من حسابين من شيء، عمال تحكم، فإحنا عايشين في فسق وأنت مش مدركين وحياتك عمال تخرب. والأمثلة كتير بقى هتكلم عنها بعدين في يوم من الأيام في لايف تاني، بس المهم انك ادركت الحته دي، انه ممكن يضلك ممكن يعميك. فيلا حاجه جايه لك هتضلك او هتفيدك بحسب الطاقه اللي عندك. فعشان كده مهم تبقى مركز، لان هجيب ايه دلوقتي متفسره، ما تزعلوش مني بقى، انا ده يعني الموضوع بالنسبه لي محتاج شده وحزم شويه، فانا هقولها بقوه. في بعض الناس ممكن ياخدها بمرض نفسي، وبعض الناس بياخدها بعزه، ودي النقطه اللي بعد كده، إن إحنا بشر، وإنت مهم يكون عندك طاقة الإنسانية البشرية الرقي الخلق، إنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وقبل ما أجيب لك كلمة أخيك وتفسرها بمرض، لأن بعض الناس بيفسروها بمرض، ارجع لكلمة أخيك في القرآن ربنا قايلها إزاي، وإلى عاد أخاهم وإلى ثمود أخاهم صالحا. فربنا قال المجتمع الكافر وسمى النبي أخاهم، فأخيك أخوة الإنسانية. لما يجي لفظ أخيك ربنا بيتكلم على أخوة الإنسانية، فمهم أن أحب لأخي في الإنسانية ما أحب لنفسي. هل أنا بحب أتألم أو بحب أتوجع أو بحب يبقى عندي ذل وانهيار؟ لا، يبقى أنا ما حبوش يحصل لغيري حتى لو بحاربه. لأن اللي بيحارب برضه ممكن يكون بيحارب بقوة وخلق وعزة وحد واعي وحكمة، أو بحارب بخسة وندالة ومرض نفسي. يعني إيه الكلام ده؟ اللي بيحارب بعزة وبقوة بيحارب لنصر، بيحارب لأن أنا أبقى واصل لمرحلة من الحرية، أبقى واصل لمرحلة من السلام، بحارب لكي أعيش في سلام. اللي بيحارب بمرض نفسي بحارب للانتقام، بحارب لإيذاقهم أكبر الألم والوجع، بحارب عشان أخليه يدوق من نفس الكاس. ده مرض كده، اللي ماشي كده عمره ما بيوصل لنتيجة، لأن الطاقة اللي جوه هتجيب مثلتها. هعيد الجملة تاني، الطاقة ليك في هذه الحالة هتشد لحياتك مثيلتها، وده هيفسر لك ليه بعض الناس بيقعدوا كتير في معاناة وألم ووجع. برضو لما تيجي تقرأ آيات ربنا تفسيرك ليها لو انت في الحالة دي هيبقى منظور، أو في الحالة دي هيبقى منظور تاني خالص، وهديكوا صدمة بعد شوية في آية منتشرة جدا وبيتم استغلالها، والآية نفسية بحتة بيتم استغلالها بمرض نفسي وليس بقوة ولا حكمة ولا عزة. يعني أحمد عمارة دلوقتي اللي عاوز هذه البلدة الرائعة تتحرر، كنت بتألم لما لقيتهم نازلين مشاهد وفرحانين في أم عمالة تبكي على ابنها الصهيوني اللي مات،
وفرحانين وعمالين يضحكوا والست بتتألم وموجوعة. ده ألم اللي بيتقال، اللي بيفرح لألم أي حد مريض نفسي. ركزوا معايا بالله عليكم، هعيد الجملة تاني. أي إنسان يفرح لمرض حد، لألم حد، لوجع حد، ده مريض نفسي، أيا كان التزيين اللي بيزينه باستخدام عبارات قرآنية، لأن القرآن بيضله دلوقتي وبيخليه يمعن في هذا المرض النفسي فيدمر عمره ويدمر حياته. والله ما هيعرف يعيش سعادة ولا راحة نفسية ولا نعيم من وصل لمرحلة من التدني والانحطاط النفسي إلى إني أتألم لأني شايف وجع ودموع حد مهما كان عدو، مهما كان بيحاربني. انتبهوا وهقولك ليه بعد شوية. ويمكن في أبحاث اللي عاوز يتعمق فيها أبحاث عن حاجة اسمها الكومباشن واللي بيسموه بترجمة التعاطف، ادرك اعمل سيرش في الحتة دي، لأن الشيطان لعب لعبة قذرة في التوقيت ده. ومش عشان حد بيعمل معانا كده أنا كمان أدي مبرر لما حد يعمل قذارة أنا أعمل نفس الشيء. فاللي بيعيش هذه الحالة إن أنا أعيش ألم نفسي وأنا مستمتع بإن ده بيتألم، ده بيدل على إنك واصل لمرحلة من التدني الخلقي والتدني في الطاقات السلبية، فبيؤثر على حياتك ويجذب لحياتك مزيد ومزيد ومزيد. وخدوها قاعدة كده، الحرام حرام والخطأ خطأ مهما حطيت له مسمى. يعني إن أنا النهاردة أدخل بيت حد وأجبره إن هو يعمل حاجة غصب عنه، مثال أهو، هدخل بيت حد وأجبره يعمل حاجة غصب عنه، صح ولا غلط؟ حطها قاعدة مجردة، هي صح ولا خطأ؟ خطأ طبعا، ليس من حقي ولا حق أي مخلوق يدخل بيت حد ويجبره على فعل شيء. طيب يلا بقى ركز كده، الاحتلال الصهيوني دخل بيت حد وأجبره إن هو يكون يهودي، هتحس بإيه دلوقتي؟ إيه الكلام في ده؟ ده مصيبة سودة، ده غلط، ما ينفعش الكلام ده. طب يلا شيل الاسم ده وحط اسم حلو، القوات المقاتلة الإسلامية، جيش التحرير الإسلامي دخل بيت حد واقتحمه وأجبره يكون مسلم، ولو ما أسلمتش هقتلك وموتك. هتحس بإيه ساعتها؟ بعض الناس المرضى يقولك أيوة هذه العزة، هذا الإسلام، وخليه دلوقتي يقوم يبوس المصحف ويقول المصحف ده حلو، واضحك عليه وأقول له أيوة عشان تعرف عزتنا، مش أنت اللي كنت بتشتمنا امبارح يا ابن كذا كذا، أيوة أنت كده مريض. ليه؟ حطيت الشيطان زين لك الفعل السيء. إكراه حد على فعل شيء لا يمكن يكون صح مهما حطيت له تزيين. ليه اديت المثال ده؟ لأن فرحك واستمتاعك بآلام إنسان زيك لا يمكن على وجه الأرض أيا كان الاسم يكون شيء صح. نفسيا هو مدمر جدا، وبينزع عنك إنسانيتك وكرامتك، وبيجعلك زي ما ربنا قال عنه في القرآن كالحجارة، قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، اللي ربنا بيتكلم فيها على ناس تانية انت بقيت زيهم. حلو كده؟ لان هما بيعملوا كده فانا عايز ابقى زيهم، فانت انحدرت انت كمان لهذا المستوى. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة. حلو؟ وحاجة مهمة بقى، ولو حد حطلك مسمى، ده ربنا اللي قال لنا كده في القرآن، اوعى تاخد منه دين تاني. بكرر الجملة دي، اوعى تاخد منه دين تاني، لان في آية دايما بتتقال، هقولها الان وهبين لك لانها منتزعة من سياقها في الحتة دي. الآية بتقول ايه؟ او الجملة اللي بيقولوها، يقولك قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فبيسموها بقى انا كده بشفي صدري. فلان الشخص اللي كان بيبص بمرض نفسي، انا اسف انا قاسي في الحتة دي
وجديد قوي في الحتة دي. بمرض نفسي ان انا لما اشفي صدري معناها ان انا شفته متهان وشفته موجوع، هو فسرها كده، يبقى مشكلة في عنده، في ادراكه. لان الآية مش بتتكلم في كده خالص. كلمة شفاء في القرآن بتيجي من المرض، يعني حد مريض عنده مرض وربنا بيخليه يعمل حاجة عشان هذا المرض يتشافى. لو رجعت الأول الآيات، ودي في سورة التوبة، هتدرك الآية دي. الآية بتقول إيه من أولها؟ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أتخشونهم، وده المرض، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. المرض ثم جاء علاجه. هو أنت خسيس كده وعندك مرض وخايف تحارب؟ حصل احتلال، ولا حصل انتهاك لدولتك، ولا حصل اي حد جاي يعتدي عليك، انت خايف وعندك هوان كده وخايف تحاربهم؟ اتخشونهم والله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. طب هذه الخسة او هذه الهوان وهذا الضعف اشفي ازاي باني اقاتل؟ ده في علم النفس اسمه العلاج بالغمر، ان اللي خايف منه اهجم عليه عشان تتشافى. اللي خايف من قطة وخايف هاتها وقعد معاها وربيها، واجه الموضوع عشان تتشافى من هذا، اهجم على الشيء عشان ربنا يشفي صدرك وقلبك من هذا المرض، مرض الهوان ومرض الضعف ومرض الخوف. كمل بقى بقية الآيات بقى كده. قاتلوهم، ولأنك خايف بيديك التأكيد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. وساعتها بقى الهوان وحالة الخسة دي أو الزلة، مش عارف أقول الخسة ليه، والزلة دي هتبدأ تتلاشى، هيتشافى صدرك. وصلت؟ مش ساعتها أن أنا بشفي صدري بوجعه أو بشفي صدري بألمه. اوعى تكون كده، اوعى تحس الإحساس ده، لأنك هتكون بتدمر نفسك. ولكن أنا قوي، والكلام ده اللي عنده قتال بقى وعنده حالة من الحرب لكل دول العالم على فكرة، اي حد جاي يعتدي عليك لو لقيت نفسك خايف وخسيس. عشان كده اللي بيهرب من الحرب لما يكون في حرب ده مصيبة سودة، التولي يوم الزحف. انت خلاص دولتك في حالة حرب، ولا جيشك في حالة حرب وداخل تحارب، لو انت عندك كده وعندك هذا الشعور، انت جندي الان في قوات مسلحة في دولتك ورايح تحارب عدوك وحاسس هذا المرض النفسي اللي هو الخوف وهذا الهوان، قوم حارب عشان ربنا يشفي صدرك. قوم بقوة، بلاش ضعف، خليك راجل، يعني استرجل. لما تسترجل وتخش بهجوم، ده هيحصل تشافي، وده الإسقاط الحقيقي أو المعنى النفسي الحقيقي الأقرب للصحة. ما حدش يقدر يزعم إن هو معاه الصح لهذه الآية من منظور حد قوي، حد لا يمكن، وهعدها كتير، يرضى على نفسه إن أنا أفرح لوجع حد أيا كان هو مين. ده إنسان زيي، ده صنعة الله رغم أنفي، ده ربنا مكرمه رغم أنفي حتى لو بحاربه. وده اللي كان موجود على يعني زمان، وكان في وعي الناس الصالحين في الأول. حاجة مهمة كمان وركز فيها كويس، من الأخطاء اللي بتحصل، إن أنا بسم الله ودي آخر حاجة ونبدأ بقى التأمل على طول بعدها. ويلا لو أصحابك عايزين يعرفوا ميعاد التأمل هنبدأ فيه بعد دقائق إن شاء الله. بس اخر حاجه، نقطه مهمه عشان تبقى منتبه ليها، باللي بتضيع الطاقه وبتدمرها، اوعى تحقر، لا تحقرن من المعروف شيئا. انت مش مطالب تعمل كل حاجه، واوعى حد يحسسك بذنب او حد يحسسك بانك اللي بتعمله قليل. ليه؟ لان في حاجه تانية رائعه جدا، ان لو انا نيتي خير وطاقتي أعمل حاجات رائعة، ولكن أنا في وضع مش قادر، أنت خدت الثواب كامل. هعيد الجملة تاني. لو واحد نفسه يروح يحج وعاوز يروح يحج ولكنه مش قادر، وظروفه في هذا الوضع بحسب وعيه، لأنك أنت بحسب وعيك ظروفك معايا كده، مش قادر يروح يحج، فأنت خدت الثواب كامل. اوعى تكون من عباد الاكشن او عباد النتيجة، ان انا لو ما حققتش النتيجة اتألم، لو ما حققتش النتيجة اتوجع. لا،
ودي من أروع الحاجات الرائعة، إن من هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له، من أروع الحاجات. لأن حتى وعلى فكرة وده أفضل وأجمل دليل على الطاقة. ليه؟ لأني أول ما أهم أو يبقى نفسي أو عندي حالة كده إن أنا أعمل حاجة حلوة، بمجرد ما هميت بيها طاقتي بتتبدل وطاقتي بتتحسن، فأنا أوريدي خدت ثواب، ولو اتعملت بيبقى ثواب أعلى والنتيجة أعلى بكتير. حلو؟ فاللي هو زيادة بقى، مش الحسنة بعشر أمثالها، بس أنت خدتها كأنك عملتها. فإهدى بقى كده واطمئن وفق المتاح، وابدأ شوف في دولتك وشوف في حياتك إيه اللي ممكن تفيد بيه. في دول الآن بتعمل مساعدات وحاجات رائعة، وبيابان بقى ساعتها الناس بتهب بسم الله ما شاء الله لعمل كل اللي في إيديها. المهم إن أنا واعي وعندي حالة من الوعي في الحتة دي. طيب نفس عميق، طلعه بالراحة كده. فمهم أكون واخد بالي من الحتة دي وهادي، واخد نفس عميق واهدى علشان أتعامل مع الصورة صح ومع الوضع صح، وأبقى شايف إن أنا يا رب بعمل وفق المتاح، ويا رب هديني يوما بعد يوم إن أنا أعمل أفادة أكبر وركز. وأكبر إفادة هتعملها هي التركيز على النفس وتطوير النفس وتزكية النفس. وهختم بحتة تأملوها كده، لأنها برضو متاخدة بوعي سيء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو بالسهر والحمى. اللي هياخدها بمنظور الضعف والهوان هياخدها بإيه؟ هم متدمرين اتدمر جنبهم، هم موجوعين اتوجع جنبهم، ده الحديث بيقول كده، شوف النص بيقول إيه؟ مع إن ده من وجهة نظري أكتر حديث عبقري عبقري بيبين الطريقة الصح المفيدة في حياتك وفي مستقبلك لما يكون في أحداث. قل لي كده بالله عليك، وحديث طبي على فكرة، والأطباء واللي فاهم طب هيكون مدرك اللي أنا بقوله. قل لي بالله عليك كده، هي الحمى بتحصل ليه في الجسم؟ لما الخلايا كلها تنهار وتوقف عمايلها، والقلب يوقف دوره والدم يوقف دوره عشان الصباع متعور، ولا لأن كل عضو في الجسم بدأ يشتغل في نفس الوظيفة بتاعته أكتر من الأول، والمناعة اللي شغالة في الوقت العادي بطريقة ضعفت شغلها أكتر، والقلب بقى شغال أكتر، والتركيز والوعي بقى أكبر، والخلايا بقت شغالة أكتر، فلأنهم كلهم بقوا شغالين أكتر ارتفعت درجة حرارة الجسم عشان يبدأوا يواجهوا اللي بيحصل. يبقى السهر معناه ان انا زودت ساعات عملي وقللت ساعات نومي، عملي اللي كنت بعمله قبل كده، العمل اللي كان الجسد بيعمله قبل كده زادت الاعضاء في عدد. يعني الاعضاء لما كانت مثلا لو كانت بتعمل عمل او بتعمل وظيفة معينة ثم تسكن في الليل وتعمل حاجة تانية، لا ده هتزود من العمل اللي كانت بتعمله وهتقلل لحظات السكون. يبقى اللي فاهم الحديث ده بوعي هيعمل ايه؟ اللي انا بعمله سواء كان شغلي سواء كان دراستي سواء كان اي مجال انا بعمله، عند هذه الاحداث هزود ساعات العمل. يوم جاي لك بعض الناس اللي مش مدركين ولا فاهمين، هو انت فاضي تشتغل واحنا كده؟ هو ده مش فاهم حاجه، سيبك منه، يتعمل له بلوك وخلص نفسك عشان ما تخش معاه في جدال. في الحالات دي انا بقول لك اهو، ما في مش هينفع تشرح، ده يتعمل له بلوك يفوق كده ياخد صدمه. وبعدين يعني هقول لكم معلومه حتى عشان تبقوا عارفينها، يعني ما كنتش عايز اعلن عنها بس بعملها دايما، ان انا مهما عملت لاي حد بلوك، انا عارف ان كلنا بشر وكلنا في يوم من الايام ممكن نفوق، باجي كل سنه كده في وقت محدد اقوم شايل البلوك من كل الناس، وابدأ ادي لهم فرصة كمان، يمكن لعل وعسى يكون ربنا فوقه، لو حد عمل تاني بقوم مرجع بلوكات تاني. فخلاص بس المهم يفوق، يبعد دلوقتي في التوقيت ده مفيش كلام. فهعيد لك الجملة بقى، كل ما حصلت احداث سيئة، كل ما ركزت في ساعات عملك وزودت شغلك
وانتبهت نفس العمل اللي كنت بتعمله ازاي تحسن فيه وازاي تطوره وازاي تركز فيه اكتر، كل ما كنت شغال صح، وده اللي بيحمي من حالات الانهيار وحالات الضياع وحالات الوجع للأمة كلها، لأنك فرد مهم ومؤثر في الأمة. وعشان توصل للحالة دي هنعمل بقى التأمل ده اللي هيقدر يفيدك بإذن الله وتقدر تستفيد منه. إيه فايدة التأمل اللي هنعمله؟ على كذا حاجة. أول حاجة عمل هيلينج للمشاعر اللي موجودة، سواء انتقام أو غضب، لأن دي أسوأ 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 عذرا أسوأ 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 الطاقات، هي طاقات الغل والغضب والانتقام، وده اللي معظم الناس فيه دلوقتي. فاعرف انك هتشد لحياتك أسوأ منه، فلازم ده يتشال، ده رقم واحد. حتى على فكرة في القتال، اي حد درس قتال هيقول لك عاوز تهزم اللي قدامك خليه يغضب، فتلاقيه يستفز كده. اي حد فاهم اي ابسط قوانين قتال، سواء تايكوندو سواء كونغ فو، اي حاجة اي رياضة قتالية، بيقول لك حافظ على هدوءك واسترخائك ايا كان. واللي عايز يفوز تلاقيه بيعمل حاجات تستفز خصمه وتستفز فيه الغضب، عشان طاقة الغضب طاقة سيئة، وطاقة السلام والهدوء طاقة أعلى، ده هيكسب على طول. فتقدر تعرف الحكيم المتوازن عند المواقف العصيبة. المواقف العصيبة، وده اللي يمكن اللي درس حرب نفسية عارف الكلام ده، واللي درس علم نفس حربي عارف الكلام ده، إن أي قائد في أي جيش مهما حصل مهم نحافظ على الهدوء، مهم نحافظ على حالة السلام، عشان الرؤية تبقى واضحة والقرارات تكون صائبة. فأول هدف من التمرين ده نحن هنهدي هذه الطاقة وتلمسها بقوة إن شاء الله، وهتسمح لكل الطاقات اللي جوه أنها تخرج. خليني بس أقفل الساعة عشان طلع صوت. بس بيت بس بيت بس بيت طرف. مهم أنا ما أعرفش عيلها سايلنت إزاي، فخليني أشيلها دلوقتي بلوك على طول شفقته. المهم فده أول هدف. تاني هدف، إزاي ترفع طاقتك. وإحنا الحمد لله إحنا كم واحد دلوقتي؟ بسم الله إحنا مشارك معنا الآن 31,200 بسم الله ما شاء الله في اللايف. فبطاقة 31,200 دول طاقة الجماعة، نحفر طاقة إيجابية ووعي جمعي بهذه الطاقة العظيمة اللي هتفيدك وتحفر في عقلك صورة مشرقة للمستقبل، وصورة مشرقة هي تغيير جذري لطاقة دولنا العربية، وهتلمس نتائجها بمشيئة الله في المستقبل القريب. فأنت بتعمل إفادة لنفسك وإفادة للمجتمع بأداة قد يكون ناس كتير ما يعرفوش عنها حاجة قبل كده. واللي دارس طاقة تلاقيهم بيعملوا كده، وعلى فكرة اللي ما يتسموش بيعملوا اكتر مننا كده، تلاقيهم عمالين ينشروا في مجتمعاتهم انت شايف شكل الدولة في المستقبل عاملة ازاي، يلا ارسموا لنا شكل المستقبل، ويخلوا مدارسهم واطفالهم وجامعاتهم يبدأوا يتخيلوا شكل المستقبل، ويبدأوا يرسموا صور جميلة لشكل المستقبل، لان هم ادركوا بالابحاث ان اذا نشرنا هذا الوعي في اذهان الناس سيكون المستقبل بمثل ما في الوعي. غيرنا الداخل، طورنا الداخل، سيقع الخارج بمثل ما في الداخل. ويتم العكس، وضع أكاذيب منسوبة زورا لرسول الله، إن احنا هنبقى غثاء كغثاء السيل، أو من قلة نحن يا رسول الله؟ لا، بل أنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فتتقلك على لسان رسولك كذب تقوم انت مصدقها، فأصبحنا واقعين فيها دلوقتي 400 مليون غثاء كغثاء السيل، لأن اتبرمجنا فيها في الموروث الكاذب اللي أنا بحاربه، وهذه الأكاذيب اللي دست زورا لرسول الله. وصلك كده؟ وبالتالي انتبه، وأي حد دارس علم نفس يقدر ببساطة يعرف إيه اللي اتكذب وإيه اللي اتحط زورا. فأصبحنا متبرمجين إن إحنا غثاء السيل، وإن إحنا زي قلتنا، وإن إحنا معرفش مين، وتوشك الأمم أن تتكلب عليكم. نفس اللي صدقناه واتحطلنا في العقل اللاواعي ده اتحط في أذهاننا، قاعد يحصل لنا الآن. ودلوقتي إحنا عايشين في الواقع الذي وقع بعد حفر هذه القناعات في عقولنا، واللي تم وضعها على ايد ناس وعي كويس قوي وعارفين جدا. على فكره اوعى تفكر ان معلومات الطاقه وعلم النفس موجوده حديثا، ده من ايام الفراعنه، يعني اقرب يعني اكتر ناس نقدر شفناهم واللي درس الطاقه عارف اللي حصل. الوعي ده من زمان، عشان ما تفكرش انه حديث. احنا حاليا ربنا قال في القران ولقد مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، كان عندهم وعي وعندهم ادراك بالطاقه اكتر من اللي احنا وصلناها الان معايا. يعني حتى في معلومات مؤكدة بتشير ان الفراعنة ببعض معلومات الطاقة اللي عرفوها قدروا يعزلوا الجاذبية، وده اللي خلاهم يرفعوا الأحجار التقيلة دي
بغض النظر، بس اللي انا اقصده ان الوعي ده قديم، فاللي حاطط المعلومات دي والناس بقى بتصدق لانه موجود في كتب كبيره، يبقى يلا طالما اسم الرسول موجود فيه يبقى يلا، ولو حد قال يا جماعه ده غلط يلا هجموه، ده بينسف السنه، ويلا يبداوا ولعوا في بعض يعني. فانتبه من الحته دي. الهدف مهم من التمرين لوضع قناعات ايجابيه في اكبر عدد ممكن من الناس، ويمكن دي اول مره اقول يا جماعه عايزين اكبر عدد، عايزين اكبر عدد من الهدف ده. انا يهمني نشر هذه الفكره الايجابيه في اذهان اكبر عدد ممكن من الناس، وانت مطالب الان انك تنشر، تعمل شير لاكبر عدد يحضر. ولما الفيديو ينزل يا سلام لو خليت كل عيلتك وكل اهلك كل اللي يعرفوك يسمعوا الفيديو والتامل ويعملوه، كل ما انتشرت الصوره الذهنيه الايجابيه في اكبر عدد ممكن من الناس هنلمس نتائجها أكبر في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى. هنبدأ الآن التأمل. هشرب بس بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. التأمل مهم. أنا نزلت أوديو صوت على قناة التليجرام شرحت فيه بعض اللي إزاي تستفيد. لو ما كنتش سمعته جاهز بس مناديل لأنك هتبكي في الأول. أنا قاصد أخليك تبكي تفرغ الطاقة الأول. البكاء ده مهم جدا لتفريغ أكبر طاقة ممكنة، فما تمسكش نفسك، كفاية تمسك مشاعرك. خليك معايا وإحنا بنعمل، وأنا هوجهك تبكي إزاي وهخليك توقف البكاء وتبدأ تكمل. فجزء مهم من التمرين إنك تفرغ هذه الطاقة في بكاء مع اللي هنعمله في التصور الذهني بمشيئة الله. إحنا الآن وصلنا كمان أهو بسم الله ما شاء الله لواحد 2500. يا رب بالنفع والخير عليكم جميعا. بسم الله نبدأ. خد وضع مسترخي، نفس عميق بهدوء زفير بهدوء، كمان مرة شهيق، خد نفس، املى الصدر والرئتين بالنفس، زفير بهدوء، واستشعر خلاياك وجسدك بيسكنوا مع هذا النفس، ايا كان طاقة الغضب اللي جواك، وايا كان طاقة الألم او الوجع، انوي اننا منذ هذه اللحظة انا قائد لهذه الطاقة وقائد لهذه المشاعر، وبمشيئة الله الحق انا قائد لظروفي واهدافي القادمة، وقائد لنفسي ولتزكية نفسي في الفترة القليلة القادمة بمشيئة الله. شهيق، زفير، استرجع بذهنك كل الأحداث المؤلمة اللي حصلت، كل الصور، كل الفيديوهات، واستعد عشان تخرج الألم ده والوجع ده، استعد عشان تحسه، وتحسن من الإحسان أن أحسن تذوق الألم إذا أردت أن أحسن تذوق المتعة والراحة. فادخل الآن هذه الفقرة من التمرين بنية ووعي أن أحسن تذوق الألم. مش هكون خايف منه، مش هكون جبان وعايز أهرب من المشاعر دي، لا، سأتذوقها بكل لحظة ألم عشتها. وانت شايف ناس مسكينة متألمة وموجوعة، ابكي، ابكي وفرغ كل الطاقة اللي جواك، ابكي وانت شايف نفسك حاسس بالعجز، ابكي وقول أنا جوايا طاقة بخرجها، أنا موجوع، أنا فعلا متألم، وبسمح لهذه الطاقة أنها تخرج بأريحية بإرادتي. شوف الصور اللي انت اتفرجت عليها، وقد إيه ناس بتعاني، وقد إيه ناس موجوعة، وقد إيه ناس مسكينة
ممكن تكون شايفهم في قمة الظلم وانت مش فاهم ليه كده، وانت موجوع وبتبص لهم بحرقة وصعبانين عليك جدا، وابكي ابكي وسيب المشاعر تخرج بأريحية ما تمسكهاش. ابكي وقول أنا أحسن الآن تذوق الألم، أنا من المحسنين في تذوق الألم لكي أستحق الإحسان في تذوق العكس وهو السعادة والراحة. ابكي بكل لحظة حسيت فيها بالذل، ابكي بكل لحظة حسيت فيها بإنك متكتف مش عارف تتصرف، ابكي على كل لحظة وجع وإحساس بالعجز كنت حاسسها، وابكي ابكي وانت حاسس قد ايه ان كرامتنا مهانة، وقد ايه ان احنا منتهكين، وقد ايه ان احنا موجوعين ومذلولين، وقد ايه ان احنا ضعفاء. ابكي، سيب كله يخرج عادي، تقبل هذه الاسماء السلبية وسيب مشاعرها تخرج عادي. انا موجوع ومتقبل الوجع، أنا متألم ومتقبل الألم، وخد شهيق بالراحة، سيب الألم يخرج وابكي، فرغ كله، ابكي بنية التفريغ وابكي بقوة، حتى لو بعض الناس ممكن يكون مش لاقي البكاء لأنه تعود على الكتم، استحثه، فرغه، مثله عشان يطلع. وانت واعي الآن إن هذا البكاء بإرادة، بكاء إيجابي، بكاء تفريغ كل هذا الكتم اللي موجود بقاله فترة الله أعلم هي قد إيه، أنت الوحيد أدرى بيها. ابكي وانت واعي إنك الآن بتفضي وبتستعد علشان تفرغ هذه الطاقات المكتومة بقالها فترة، وتستعد لتغييرها وتبدلها بالأروع والأفضل بعد شوية. شهيق تاني بهدوء وسيب البكاء يخرج، وسيب الألم يخرج، خد وقتك، حتى لو عايز تبكي بصوت براحتك، فرغ كله وانت واعي الآن إن أنا أحسن تذوق الألم، أحسن تذوق الوجع، وانا واعي ان كل ما حسيته بصدق كل ما خرج للابد، وكل ما كنت بكتمه كنت بألم نفسي اكتر وبزوده اكتر واكتر. ان الاوان ان افرغه الان، ان الاوان اني اطهر نفسي من هذه الطاقات الحزينه المؤلمه المستمره بقالها فتره، وابكي اكتر، خد وقتك في البكاء. وإنوي الآن إنك تسيطر على هذا البكاء لو لسه مستمر، وهنعمل حاجة قوية للسيطرة عليه لأني أنا القائد. هناخد شهيق ونطلعه بسرعة 3 مرات. أنا بسيطر الآن على أي طاقة متبقية، وبأرجع تاني لاستكمال التأمل. أنا القوي، وأنا اللي سمحت لنفسي أبكي، وأنا اللي سمحت لنفسي أحسن تذوق الألم، وأنا الآن اللي بقولها وقف. ممتاز. اسأل نفسك سؤال، هل يا ترى أنا مؤهل إني أكون عندي كل العلم اللي في الكون؟ مستحيل. هل أنا سأصل إلى الحكمة والعلم اللي عند إلهي خالق الكون؟ مستحيل. تأمل بوعيك الآن، كلنا 31,500 شخص من كل أنحاء العالم متجمعين بصدق على قلب واحد
على قلب رجل واحد. نيتنا نعمل تغيير، نيتنا نعمل مشاركة مختلفة عن كل اللي حد بيقدمه أو عن اللي بعض الناس بيقدموه. نعمل مشاركة تعمل تأثير في أعمق 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 الداخل، على مستوى الطاقة قبل حتى مستوى المشاعر. شوف بوعيك الآن بعين البصيرة 31,500 إنسان متجمعين بوعي رائع، بنية صادقة في إحداث تأثير على مستوى النفس وعلى مستوى البيئة القليلة المحيطة، وبعد فترة أكيد هيبقى على مستويات أوسع وأوسع وأوسع. وابدأ بهدوء، شوف نفسك بتمسك إيد زميلك اللي جنبك في هذه الدائرة الجميلة اللي احنا عاملينها، دائرة كبيرة فيها 31,500 شخص، وبتمسك إيد زميلك اللي على الشمال أيا كان هو مين، وشوف بمنظور أعمق وأعلى، دائرة مكونة من 31,500 إنسان متجمعين في وقت واحد لا يحدهم زمان ولا يحدهم مكان، بيدعو إله الكون وبيقروا قبل الدعاء: اللهم إنا نؤمن أنك الحكم الحق، تحكم بين الناس بالحق، تقضي بالحق، خلقت السماوات والأرض بالحق، نؤمن أنك الإله الحكيم العليم، نؤمن أنك تريد أن تجعلنا نستفيد مما يحدث، وأنك تريد أن تزكينا جميعا بما يحدث أيا كان مكاننا، سواء جوه في قلب الأحداث أو في الخارج بعيد عن الأحداث جسديا، ولكننا في قلبها نفسيا وعقليا. نؤمن يا ربنا أنك تحكم بالحق، وكلنا شغف أن ندرك هذه الحكمة البليغة من كل تفصيلة بتحصل، وندرك يا رب أن هناك بعض البشر من إخواننا اخترتهم بحكمتك وبعلمك أن يكونوا من الذين قتلوا في سبيلك، وندرك أن هذا أروع خيار لهم، اخترته بعلمك واخترته بحكمتك. شهيق ثم زفير، وإحنا الآن شايفين من منظور أعمق بعيد عن الجسد المادي وبعيد عن الحياة المادية اللي كنا منغمسين فيها، ندرك إن هناك حياة أروع وأعظم ألف مرة. هذه الحياة بيعيشها كل من قتل في سبيل الله، لأن ربنا قال لنا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا رب احنا مؤمنين انهم احياء، واحنا الان في بعد خارج المكان وخارج المادة، واحنا ينفع نشوفهم يا رب؟ ينفع نسلم عليهم ونحضنهم؟ شوف نفسك الان قادر تشوفهم، شايف مجموعة من البشر في وعيهم الحقيقي، لأن وعينا الحقيقي ملوش علاقة بالجسم. ممكن نكون في الأرض بالعين المادية شايفينهم أطفال، أو شايفينهم مراهقين،
أو شايفينهم نساء أو رجال أو شايفينهم عواجيز، ولكن في الوعي الحقيقي هم ملهمش علاقة بالجسم اللي كان طفل أو عجوز أو امرأة أو رجل، كلهم في وعي واحد وشكل سن واحد. ففوجئت إن اللي كنت شايفه طفل شايفه في سن ما شاء الله رائع، شايفهم مستمتعين منعمين. أنا مؤمن بكده، يبقى إزاي كنت عايش وجع وألم ومعاناة وهم الآن في خير من المنظور الإلهي، وهم الآن في حاجة أنا يعني بدعو ربنا أعيشها في يوم من الأيام. شهيق ثم زفير. شوف نفسك الآن سبت إيدين زمايلك ال 31500 وقعدت تجري على أي حد منهم وقررت تاخده بالحضن، وانت واخده بحضن حسيت قد إيه هو في طاقة متعة، وهو من الذين قال عنهم الله مستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحسيت بطاقتهم الرائعة وطاقتهم الجميلة، وأول مرة تدرك إنك ينفع تشحن من طاقة هؤلاء الرائعين اللي عايشين في نعيم، اللي انت لأنك مؤمن شايفهم بعين البصيرة في نعيم ليس له مثيل في الكون. شهيق، وانت حاسس هذه الروعة وهذه الطاقة اللي بتغسلك من أي وجع أو أي ألم كان موجود قبل كده. شهيق ممتع، وانت بتشوف الآن بمنظور أعمق من المنظور الضيق اللي كنت بتبص بيه قبل كده، بتبص من منظور وانت عارف ان ده احد المناظير اللي في الكون، في كذا منظور تاني اعمق واعمق واعمق، ولكن بدأت الان لانك مؤمن بكتاب ربك ومؤمن بما ذكره الله في الكتاب، بقيت شايفه الان بعين البصيرة لانك مؤمن، وبدأت تستفيد منه انك تاخد طاقات رائعة. شهيق، احضن، استمتع، اتفرج هم عايشين ازاي، شوفهم بعين البصيرة لان ده اللي الهك قاله في الكتاب. هما مش اموات، هما احياء وبيرزقوا ومستمتعين. شوف النعيم ده واستمتع. شهيق ثم زفير. ارجع تاني لمكانك في الدايرة، وامسك ايد زميلك على اليمين وامسك ايد زميلك على الشمال، وشوف الدايرة الان 31500 عبد من عباد الله بيقروا بانهم مؤمنين بما قاله الاله في الكتاب، مؤمنين بان النصر قريب، ولكنه قريب لكل من أخذ بأسبابه. وإحنا الفترة الجاية هنعيش، أنا سأنصر على مستوى النفس وعلى مستوى الجسد وعلى مستوى أهدافي، ما كل ده نصر، وهبدأ أنا الآن أحقق هذا النصر القريب على مستوى تزكية نفسي. عندما أنصر على مستوى تزكية نفسي وإيقاف عاداتي السيئة، ده انتصار أولاني يخلينا استحق الانتصار اللي بعده. عندما أنصر في أني مخليش شهواتي هي اللي تقودني وأبدأ قدر الإمكان أنا اللي أكون قائد، ده النصر التاني. عندما أنصر بأني أبدأ أحط خطط للتطوير على مستوى المال وعلى مستوى العلاقات وعلى مستوى العلم والدراسة، وأبدأ أنصر أنصر أنصر، إذن أنا الآن بخلي النصر يقرب أكتر وأكتر وأكتر، فأنا الآن من أوائل اللي هيعيشوا النصر وهيدقوه على مستوى الذات أولا، لكي نفسح المجال لأنه يبدأ يحل على مستوى الأسرة ثم على مستوى المجتمع ثم على مستوى أكبر كمية مستحقة في العالم. شهيق ثم زفير.
وشوف الواحد وتلاتين ألف وخمسمية الآن مع اللي هيعملوا معانا الآلاف بعد ما الفيديو ينزل بعد كده على السوشيال ميديا وعلى الانترنت، الآلاف المشاركين معانا اللي هيبقوا أضعاف هذا العدد. قررنا بصدق أمامك يا رب الكون أن ننفذ ما في كتابك. عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم. فهركز في نفسي، ولكن وأنا بركز في نفسي وبتطور لا مانع أني أبدأ أوعي الآخرين بعزة، بقوة، بما يحدث، بحقائق، بأرقام، بعيدا عن وعي الضحية، بعيدا عن نشر الألم، بعيدا عن نشر الوجع. وهبدأ من اللحظة دي أدرس القوانين اللي ربي وضعها في الكون عشان أفهم ليه بيحصل كذا وكذا، وإزاي أسرع من كذا وكذا. الأهداف الجميلة، الحاجات الرائعة اللي أنا عايزها تحصل في حياتي. شهيق ثم زفير. شوف كل واحد مشارك معانا، الآلاف من كل حتة في العالم الآن بدأوا من اللحظة دي استحقاق موسع، استحقاق جمعي، بإنشاء عقل جمعي جديد يكون بذرة ولبنة في تغيير مستقبل وقدر أمة بقالها سنوات بتعاني، بقالها سنوات بتنحدر، وآن أوان إيقاف هذا الانحدار وتعديله ببذرة بتبدأ من الآن، بناس مركزين في نفسهم، مطورين نفسهم. قبل ما يعوزوا يعملوا تغيير برة هيكونوا هم التغيير الإيجابي اللي عايزين يشوفوا في الحياة. قبل ما عوز حد ينجح هبقى أنا ناجح، قبل ما عوز حد يبقى غني هبقى أنا غني، قبل ما عوز حد يبقى قوي هبقى أنا قوي. أنا هكون التغيير والتطوير والتزكية اللي عايز أشوفها في مجتمعي، وبالتالي هيبدأ يحدث في الواقع بمثل ما أنا عليه الآن في الداخل. شهيق زفير. شوف الأيام الجاية وهذه الآلاف بدأت بشدة بكل لحظة فيها طاقة متفجرة جواهم هيصبوها في تطوير نفسهم، وهيصبوها في أنهم يبقوا أفضل، وإنهم يبقوا أحسن، نافعين لدولهم، نافعين لأسرهم، نافعين لمجتمعاتهم. شهيق ثم زفير. شوف الأيام بتعدي والشهور بتعدي والآلاف عمالة تبقى أفضل وأقوى في مختلف جوانب الوعي والمعرفة، في العلم، في الكيمياء، في الفيزياء، في الطب، في الابتكار، في الانترنت، في الذكاء الصناعي. آلاف عمالين يركزوا في نفسهم، آلاف بيكبروا وبيتزكوا يوم بعد يوم، طاقتهم مليانة آلاف المواقف اللي نصروا فيها، استحقوا مئات مواقف النصر من الله، وبدأت عجلة النصر تزداد يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، وبدأت رقعة النصر تنتشر في الأمة، بذرة بتنمو، شجرة بتكبر، شجرة نصر قريب ما كناش بنستفيد منه رغم انه قريب، قريب من كل اللي بيشارك معانا الآن وهنبدأ نجنيه قريب، وبالتالي سنسارع للحصول عليه قريب، وبالتالي سنتسابق للحصول عليه لأنه قريب. نحن نؤمن يا الله أنه قريب، وبالتالي من سيحصل عليه هو من سينفذ أمرين من أهم أوامر الكتاب: وسارعوا وسابقوا. شوف الآن هذه النخبة اللي موجودة الآن من كل حتة في العالم، من الآلاف اللي مشاركين معانا، بدأوا منذ هذه اللحظة بأن ينفذوا أمر وسارعوا، وأمر
وسابقوا، لأن هم ينصروا على مستوى النفس على عاداتهم وشهواتهم، وينصروا على مستوى الخارج بوضع أهداف وتحقيقها، وينصروا على مستوى خطوات الرفعة وخطوات النتائج المحققة اللي هيبدأوا يتذوقوها من الآن، وهتبدأ هذه البذرة تزداد وتزداد وتزداد. شوف شكل مجتمعاتنا في المستقبل القريب، أمثال هؤلاء الشباب بيزدادوا كل شوية، ما يسمحوش لأي ظرف يأثر فيهم. إذا حدث أي شيء للأمة سيتداعوا بقوة بمزيد من العمل، بمزيد من التطوير، بمزيد من تحقيق النصر، لكي يكون هذا الجسد قوي، لكي يعود هذا الجسد أقوى، لكي تدب الحياة في هذا الجسد اللي كان متهالك. ولكن بهؤلاء الشباب الرائعين المشاركين الآن، هذه الطاقة ستدب بقوة في هذا الجسد. وقررنا يا رب أن نكون أول نبتة وأول بذور حياة وأول بذور إحياء باسمك الحي، وتقويم باسمك القيوم على مستوى النفس وعلى مستوى المقربين. شوف لما يبدأ الأعداد تزداد بعد وقت قريب هنبقى واصلين لفين، وشوف الخير بيعم على كل دولة، والقوة والعزة بتعود على كل دولة وترجع لها تاني، والتطور والرفعة والسلام والأمن والرخاء بيحل على العالم وبينتشر أكتر وأكتر في كل حتة. شهيق، شوف هذه الصورة باستمتاع، وشوف الآن دولتك بقت في مصاف الدول المتقدمة بأمثال أشخاص مننا ركزوا في نفسهم واتطوروا. شوف الدول المجاورة أصبحت هي كمان كده، وشوف نفسك وانت قاعد بعد ما التطور والرفعة والعزة والتقدم بقوا في دولتك، وانت قاعد كده بينك وبين ربك بتفتكر اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي اللي كان مشارك فيها آلاف الناس من كل حتة في العالم على قلب رجل واحد، وتقول له يا رب أنا كنت واحد من اللي بدأوا البذرة دي وبدأوا يسقوها يوم بعد يوم، وقرروا بدل ما الواقع هو اللي بيأثر علينا، احنا اللي هننشئ واقع جديد، احنا اللي هننشئ حياة جديدة، احنا اللي هننشئ مستقبل مشرق. وكنت واحد من دول يا رب، وانت اعلم بنا، وقد لا يدرك احد من اللي عندهم قلة في المعلومات بتأثير الوعي أو تأثير الطاقة، أنت أدرى يا رب بتأثيرنا، وأنت أدرى يا رب باللي احنا عملناه. حس بحالة الفخر وحس بحالة العزة، وشوف نفسك راجع البيت بهدوء وقاعد مستمتع وفتحت الأخبار وسمعت هذا الخبر الجميل. خبر عاجل، بعد هجوم محكم مفاجئ وقع قبل قليل واستسلام آخر جندي إسرائيلي، تم تحرير كامل الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر، يافا، حيفا، صفد، والناصرة، بئر السبع وغيرها من المدن باتت حرة عربية الآن، ترفرف على بيوتها وفوق مبانيها الأعلام الفلسطينية عالية براقة، وخرجت الجماهير العربية الغفيرة تحتفل في الشوارع وسط صيحات التكبير والتهليل لنصر طال انتظاره سنوات وسنوات. ولكن وأخيرا قد تحقق الوعد، تم تحرير فلسطين، تم تحرير فلسطين. شهيق وانت مستمتع، شوف وقع الخبر رائع قد ايه، مريح قد ايه، وانت شايف ان كنت احد اللبنات الاولى المساهمة في هذه الاخبار الرائعة، اخبار جميلة، اخبار مشرقة. شوف نفسك قررت تروح وتقابل اخواتك وحبايبك
وتحتفل معاهم بأن احنا كلنا أصبحنا واحد، كلنا مركزين الفترة الجاية على العلم وعلى التطور وعلى الرفعة وعلى عيش النعيم في الأرض واستكماله بعد كده في الآخرة بمشيئة الله. كلنا قررنا أن نكون من الذين حق عليهم وعد الله، إن هم يكونوا مستمتعين وعيشين الأمان، وربنا يفتح علينا أبواب الرزق من كل اتجاه. شوف هذه الصورة الجميلة، شوف هذا الهدف الرائع، وكن واعي إن أول خطوة لكي يزداد النصر هو إنك تبدأ أنت نفسك تنهل من هذا النصر القريب على المستوى الفردي، وبعد كده هيبدأ يزداد ويزداد ويزداد. نصر على الشهوات، نصر في الأهداف، نصر في التزكية، نصر في التعلم، نصر في التطوير، نصر في زيادة مادياتك ورزقك وشغلك، نصر على نصر على نصر. لو الجميع تشاركوا في الاستمتاع بهذا النصر وشكر الله على هذا النصر المحقق على المستوى الفردي، سيبدأ في الزيادة والزيادة على المستوى المدني إنجاز التعبير بكل مدينة وعلى مستوى الدولي. شهيق، حس بحالة الفخر وحالة العزة، وقد إيه أنت بتساهم بأكبر تأثير قد لا يدركه إنسان، وقول من قلبك: نويت بصدق أن أبدأ الآن في التركيز على نفسي، وأن أبدأ الآن في تذوق هذا النصر القريب، لأني أؤمن أن نصر الله قريب، بقي أن أأخذ بأسبابه وأتذوقه الآن. وفتح عينيك، خد شهيق كده واهدى وسيب مشاعرك. بسم الله. أشكركم من القلب، أشكر كل بني آدم شارك معانا، ويا رب تكون حسيت الفرق ما بين قبل وما بين بعد، وهذه الحالة وهذه الطاقة اللي جواك استفيد منها في التركيز على التزكية، واجعل كل ظرف وكل موقف يحصل هو دافع لمزيد من التركيز على الداخل لكي يتحقق عليك وعد مهم جدا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ربنا يصبر كل حد شاف أشياء سلبية في أقاربه، ربنا يحميكم جميعا، ربنا يمتعنا بكل العزة وكل القوة، ويبقينا دائما متوحدين على قلب رجل واحد أحبه، بنا عز وبنا رفعة وبنا أخلاق رائعة وبنا حب يكفي العالم وبنا عزيمة ونية صادقة في إن كل فترة نبقى أعلى وأعلى وأعلى. ربنا يحميكم يا رب، ويجعل كل أيامكم دايما جنات ونعيم على الدوام. مع ألف سلامة.